بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. ضربة مرزبة ولا ميت دقة شاكوش؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 788 من ملك وكتابة، لقاء الخميس اللي جاي في وقت الأهلي عريس ومحتفل بكل أفراحه، وفجأة المهندس عدلي ضرب مرزبة وميت شاكوش. ليه؟ بص، ما يحدث على الساحة العربية حتى في كرة السلة، أيوة، داخل الملعب وخارج الملعب من جماهيره، ده بيدي ثم بطولة كرة اليد داخل الملعب وخارج الملعب من اللعيبة والجماهير، ما بيقولش غير كلمة واحدة بس، أنه أهل المواعيد الكبرى. يعني الضربة اللي بيضربها هي اللي بتسيب بصمة. سوبر أفريقي يكسب أبطال تونس الاثنين، الأفريقي والتراجي اللي هو كسب بطولة أفريقيا، ويصبح النادي في كرة اليد اليوم هو النادي العربي والأفريقي الوحيد اللي مرتين في النسخة القديمة والنسخة الجديدة يصل إلى المربع الذهبي. في النسخة القديمة 2007 ويستضيفها يحصل على الميدالية الفضية، اليوم يصعد المربع الذهبي ليلتقي ببطل العالم السابق ماجدبورغ. ملحمة بكل المقاييس، ولكن هنناقش موضوع الجماهير ده لأنه أجمل ما في الأمر. ده كمان دي لحظة المواعيد الكبرى زي ما المهندس عدلي أشار. النهاردة الأهلي في إنجاز كبير جدا، بيتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد بالسعودية. الحقيقة هذا التأهل الكبير بطله والمؤثر فيه واللي لازم كلنا نسقف له ونحييه جمهور الأهلي الكبير العظيم اللي توافد على مدينة الدمام من مختلف المدن السعودية. شكل الجمهور في الصالة، تعاون اللجنة المنظمة، لأنه في نقطة معينة لازم نحيي عليها اللجنة المنظمة. نادي الخليج السعودي كان منظم البطولة، عنده مباراة في نفس الصالة، صالة الشباب والرياضة في الدمام، بعد مباراة الأهلي مباشرة لعب مع الفريق الألماني ماجدبورغ، وافق للأهلي أنه الصالة تكتمل وأنه عدد جماهير الأهلي تزيد من 1000 لـ3000، بشرط أنه جمهور الأهلي يخرج بسرعة بعد المباراة عشان الجمهور السعودي يلحق يدخل. فكان التعاون رائع جدا. المهندس محمد سراج عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة نسق المسألة بالتزام شديد، والجمهور الحقيقة انضبط والتزم وساند وفرح للأهلي. عشان افهمك قيمة هذا الاتفاق، انك انت بتشتري التذكرة كل يوم بتبقى الماتشين، فطبعا الجمهور السعودي ماتشه التاني، فاشترى معظم التذاكر، فاصبح المتاح للأهلي حاجات بسيطة. لما تواصل المهندس سراج رئيس البعثة مع اللجنة المنظمة تفهموا أهمية أن يأتي جمهور الأهلي حتى لإنجاح البطولة. وكان الاتفاق هندخلكم في سابقة أولى بتذكرة مستقلة، ولكن تسيبوا لنا الملعب فور انتهاء المباراة. وهو ما حدث، منتهى الالتزام من اللجنة، منتهى الالتزام من الجماهير، منتهى التعاون والتنسيق الواجب الإيجابي الذي يترك كل الانطباعات الجيدة على تنظيم البطولات. الحقيقه كانت ملحمه اهلاويه رائعه جدا في الدمام، حضرها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وحضرها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي. كابتن الخطيب موجود في الاراضي المقدسه لاداء العمره، بعد البطوله هيتوجه مجددا الى باريس عشان يستكمل برنامج علاجه. التقى باللعيبه، شكرهم على هذا المجهود الكبير، حياهم على روحهم العاليه وتمثيلهم للاهلي في افضل مستوى، وتمنى لهم التوفيق بشرط انه الكل يبذل كل اللي عليه في المباريات اللي جايه عشان يكونوا دايما عند حسن تمثيل الاهلي. انا بس عايز اتوقف على مجموعه من المعلومات والمؤشرات والدروس بسرعه. كده الاهلي قد سافر لهذه البطوله دون دعم. الاهلي سافر الى هذه البطوله من غير جهازه الفني الجديد، بجهاز مؤقت من الكابتن محمد ابراهيم في اول تجربه تدريبيه له، والكابتن احمد سالم وهم كباتن نادي الاهلي العظام، و
مش بس ما دعمش، ده أصيب واحد من أهم النجوم الصاعدة والمواهب الصاعدة في كرة اليد قبل أيام مع المنتخب الأولمبي اللي قلنا لهم سيبوا لعبتنا، فاتعور مهاب الذي كان نجم الفريق الأول في البطولة الإفريقية. كل هذه الصعوبات ويذهب الأهلي والناس حاطة إيدها على قلبها، ولكن يستلهم من الجمهور ثقافة الأهلي، الأهلي بالروح يستطيع أن يفعل ويستحضر الكوامن. وهنا بقى الدرس الكبير، عرفتوا انتوا ليه بتخسروا وانتوا بتكسبوا؟ مش عشان الخصم، عشان انتوا. انتوا عندما تتوافر الاراده واليقظه والتركيز اديك بتعمل الحاجات والانجازات الكبرى. وتاتي عشان تقول ايه؟ معلش يمكن انا بهيف في المحلي، لكن لما اروح في المواعيد الكبرى كالعاده في كره القدم أو في كرة اليد أهلي المواعيد الكبرى. قوم يا أهلي، شوف ولادك والبنود، شوف كتايبك، شوف رجالك والحشود، أنت دايما أنت دايما في الأمام. أنت دايما في الأمام، وأنا عرفت ليه إصرارك على النسخة القديمة. أيوة. من هذا النشيد. أيوة. النسخة الجديدة رائعة وفي الأوبرا وبأداء رصين، يعني أوبرالي، ولكن الحيوية الدافقة وعبق التاريخ والربط بين كلمات الأغنية وتاريخ النادي الأهلي بصور موثقة، لا أنا أضم صوتي لصوتك، عايز أسمعها كده على طول. إن شاء الله هيفضل دايما نشيد الأهلي بيمتع جماهيره ويلهم شبابه، لأنه الحياة يمكن عبارة من شيوخك اكتسبنا مجدنا، دي مسألة في منتهى الأهمية وبتلخص تقريبا فلسفة النادي الأهلي. شوفوا التزام النادي الأهلي بتاريخه طوال وطنه، شوفوا قيمة النادي الأهلي والتصاقه واتساقه بقضايا بلده من أول ما أنشئ لغاية النهاردة، شوفوا شيوخ النادي الأهلي من عظماء هذا الوطن ونبلائه، شوفوا في مختلف العصور إزاي كانوا بيحافظوا على القيمة الوطنية النقية المنضبطة الملتزمة للنادي الأهلي. هم دول شيوخ النادي الأهلي اللي شبابه منهم اكتسبوا كل الخط اللي شغالين عليه للنهاردة. مين اللي بيقول بقى الجميل في الموضوع؟ ايوه، من شيوخك اكتسبنا مجدنا. شيخ الشيوخ فكري اباظه، شيخنا الكبير وعمنا الذي الف هذا الكلام الرائع، هو يرى ان له شيوخ. ايوه، دي ده التوارث. حبوا الاهلي كما وجدتوه، ما تلعبوش في تاريخه وثقافته وموروثاته بدعوى الحداثه. تاريخنا هو مجدنا. طيب، دي حلقة مهمة في الـ 788، هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، العدالة الواجبة. وفي الغربال ثقافة الأهلي. وبعظمة لسانه مجرد بداية. والشموع الحمراء عن محمد شريف صبري باشا. وفي أسرار الملك القاطرة. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. هنعيش الفرحة ولا هتدخلنا في مقال؟ لا، هنعيش الفرحة. نعيش الفرحة الأول. وأنت تقدر، أنا أقدر أمنع لك حاجة. قول لي، نرجع لمواعيد الكبرى بقى. ايه الفرق بين المواعيد الكبرى والمواعيد الاقل؟ وليه الاهلي بيظهر اكتر في المواعيد الكبرى؟ لانه الاهلي لديه قوه كامنه تخرج في المواعيد الكبرى. وده شيء يعني على قد ما حميد، على قد ما هو برضه يجب ان احنا ايه، المواعيد برضه الاقل شويه لازم يكون حاضر النادي الاهلي بنفس الشخصيه. ايوه، لكن كره اليد في النادي الاهلي كان الناس ابتدت ايه المكسب الحقيقي في هذا الامر؟ اولا انت بتلعب بطوله في ارض اتنين منافسين، واحد كان في طريقك والاخر كان ممكن يبقى في طريقك من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. فانت كسبت المباراه الاولى فوز مستريح، وكان التحدي الاكبر هتلاعب احد ابطال اوروبا بنفيكا. طب ما اقول لك ايه، هو قبل كده ما تعيش اللحظه الناريه
اللي عاشها المعلق السعودي انت جبتها حسين الاحمد، لازم تكون جبتها. الحياه ديت يا جماعه، ده انا دي لحظه البطوله. لا بطوله ايه ده، انا نطيت معاه. لحظه ناريه جدا، لحظه انفجاريه قوي، بتلخص قيمه الحدث واهميه اللي عمله لاعيبه الاهلي وجمهور الاهلي وفرحه المعلق السعودي الشقيق حسين الاحمد. نعيشها ان شاء الله الفوز يا جماعه. تلعب الكره، ثواني، 10 ثواني، لا يصوت لا يصوب، صدها يا عبده، الله، اهلي اهلي، يا سلام يا اهلي، افرحوا يا اهلي، افرحوا يا اهلي، نصف العالم يا عالم، الاهلي وين؟ لا 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 لا. هذه فرحة وصرخة أهلاوي من القلب افتخر بالأهلي، وليست صرخة مجاملة، يعني حاجة يا لي يا لي، فرح بالنادي الأهلي. يعني هذا المعلق الجميل الشقيق لو فريقه هينفجر بنفس الحماس، لكن ادالنا كل طاقة الحب والتقدير والاحترام في هذه اللقطة التي تلخص كل شيء. الحقيقة الشكر على هذه المشاعر الصادقة الدافقة. الحقيقة حسين الأحمد الدافقة، أنا قصدي يعني. طبعا لا الدافقة، الدافئة والدافقة كمان. الحقيقة المعلق حسين الأحمد مع الدكتور محمد سراج رئيس البعثة عبر عن مشاعره الحقيقية وفرحته الحياة بعد لحظات من انتهاء المباراة. نشوف. الله جدا حينما نشاهد الفريق كالاهلاوي المصري، الله الطيار، الله الله الله. طيب بعد ما شفناه صوت وصوره، هنسمعه صوت في مداخله حقيقيه ونستلهم منه ونفهم منه اجواء البطوله والمشاعر وسبب هذه الفرحه الكبرى. الكابتن حسين الاحمد المعلق السعودي الشقيق اللي كان نجم البطوله في اللحظات الاخيره، هو مش اقل من احمد عادل اللي جاب الهدف في اخر 30 ثانيه ولا حارس مرمى. هو جاب هدف دخل قلوب عشاق الاهلي. يا كابتن حسين اهلا بيك. حياكم الله، يعطيكم العافيه. انا سعيد جدا ان اكون في قناه النادي الاهلي، وحقيقه ما شاهدته من تفاعل بالشارع الرياضي هناك في مصر وعشاق النادي الاهلي، انا تفاعلت مع الهدف، تفاعلت مع صدت الحارس عبد الرحمن. فبالتالي انا شعوري لما اكون عربي في بطوله عالميه ممثل العرب ياتي الاهلي المصري ليكون طرف امام بنفيكا، امام الفريق اللي انت تريد ان تعطي الاهلي حقه في من اهداف من كلمات، ولكن الفرحه ابكتنا وابكتنا وادمعت عيونا. يعني المباراه كانت في وانت بتزعها، كيف ارجعت المشاعر؟ احنا خسرين فرق جون في الشوط الاولاني، نعوض ونكسب فرق جون في اللحظات الحاسمه، كنت حاسس ان فريق الاهلي بادائه يستطيع ان يتجاوز هذه المباراه؟ انا كابتن قلتها وقلت انه الاهلي راح يفوز اذا لعب بهذه الطريقه. الحمد لله كان مدرب رجع غير فوكس من صانع اللعب الى الباك، ثم اتى باحمد خيري تقريبا في صناعه اللعب والاختراق، هذا مما اعطى النادي الاهلي التقدم، ولعب مع محسن رمضان، ولعب ايضا مع هناك ايضا عبد الرحمن، وهناك ايضا اللاعب الرقم 10 فيصل. فالامور جميله، تغير الاهلي مع الجماهير اللي حضرت اليوم، يعني اكثر من 3000 جمهور حضر من الاهلي من كل مكان من انحاء المملكة حضروا. أنا تفاعلت مع الحدث لأنه الأهلي يستاهل، الأهلي يستاهل أنه يصل للمباراة النهائية، يفوز على أبطال أوروبا، يفوز على أبطال العالم، في هذه تعتبر بصمة تاريخية للنادي الأهلي. كيف كان تأثير الحضور الجماهيري مش بس على يعني أنه يؤجج حماسة لعيبة النادي الأهلي على اكتمال التابلو الجميل للبطولة وتنظيمها؟ تقييمك لهذا الحضور ايه وتوقعك للحضور اللي جاي ايه؟ والله كابتن اتوقع في نصف النهائي راح يكون الحضور اذا ما كان 3/4 الصاله كلها من الجمهور الاهلي. اليوم شفت انت الجماهير الاهلاويه يعني متعطشه، ما في شخص جلس في بيته مصري
عاشق للاهلي اللي حضر في الصاله، شوف المسافه كم وشوف وين هو ساكن، من الاحساء، من الجبيل، من جميع مناطق المملكه حضرت الجماهير. هذا معناته ان المباراه القادمه امام مدبورغ الالماني راح يكون هناك جمهور كبير، واتوقع انه ثلاث ارباع الصاله تكون لجماهير الاهلي. كابتن حسين، وانا عارف ان انت عابر القارات وقطع المحيطات، لقبك في السعوديه الشقيقه. والشامل اضيف معلق الشامل كمان. طيب نعم. انت الشامل لانك لاعب باسكت اصلا مش كده؟ شامل لانه عندي 28 لعبه اعلق عليها يا كابتن. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني انت لجنه اولمبيه بقى. لجنه اولمبيه متحركه. شاركت في اربع بطولات اولمبيه، وشاركت في اربع بطولات كاس العالم. ما شاء الله. شاركت بطولات اسيويه وعربيه وخليجيه. فاخر مشاركه كانت لي دعوه من سمو الامير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه في مسابقه ومهرجان سيد ولي العهد في الهجن في الطائف. بما انك عندك كل هذا الزخم وكل هذه الخبرات في العاب متعدده ومؤكد في كره اليد، انت سافرت كل حته كما هو واضح، كيف تصنف مستوى هذه البطوله بالنسبه للبطولات السابقه؟ هذه اقوى البطولات لانه مشاركه عدد فرق كبيره فيها، 12 فريق يشارك في هذه البطوله، وايضا من الفرق على مستوى الاسباني، على مستوى ايضا هناك الالماني، على مستوى السعودي، على المستوى الافريقي، فكل القارات موجوده على مستوى البلد. فبالتالي هذه البطوله تعتبر من البطولات القويه، رغم انه في بطولات كانت، لكن هذه تعتبر تنظيميا، اخراجيا، عالميا. فبالتالي هي بصمه لتشاهد. ايضا هناك من تونس ايضا حاضر، بطل البطوله العربيه الترجي التونسي. فبالتالي هذه بطولات قويه. يعني وانت متابع البطوله، الى اي مدى استفاد فريق الخليج من الاستعانه باللاعبين الثلاثه، لاعبي الزمالك الكبار الاحمر وهنداوي وقداح، الى اي مدى استفاد منهم؟ صراحه اليوم شفنا حسن قداح وشفنا ايضا هنداوي تصدى للكرات، فالخليج استفاد انه يحتاج الى لاعبين مثل هذه اللاعبين، والخليج لديه نجوم، فبالتالي حقيقه استفاد جدا. ولو على الخليج ان يتعاقدوا مع قداح، وبالتالي راح يستفيدوا من استفادة كبيرة. مصر هي نجوم، لديها نجوم في كرة اليد، واحنا عارفين نجومها من ايام اللاعبين السابقين، وايضا لديها نجوم على مستوى كبير. احنا بنشكرك جدا يا كابتن حسين، وزي ما المهندس عدلي اشار، انت في اللحظات القاضية الاخيرة ديت دخلت قلوب كل عشاق الاهلي، وانتم دخلتوا قلبي. قال تحية وشكر لكل الجماهير في مصر العاشقة للأهلي وغير الأهلي، اللي عندهم انتماء وحب للرياضة المصرية، أن يقفوا مع النادي الأهلي في البطولة هذه. فبالتالي هذه بطولة بس مش للأهلي، هذه لمصر كلها، وأنا معاكم، وتستاهلون كل هذا الزخم. أشكرهم. فبالتالي من قناة الأهلي وأقول لهم تنكي وألوت، يعني شكرا جزيلا. فبالتالي ما قصرتم يا حبيبي، واحنا بنقول لك شكرا، وبنتركك بقى، اثقلنا عليك، عايزينك بس يعني تحمل امانه شكرنا الى الشعب السعودي الشقيق واللجنه المنظمه، ومستنين دعمهم في المباراه القادمه. والحقيقه من غير ما نطلب، انا متاكد من هذا الدعم، وشكرا ليك. الحقيقه فتح لهم المجال اليوم، ما قصر الاتحاد السعودي برئاسه الاستاذ فاضل النمر، وايضا هناك الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، اللي اعطوا اهتمام لهذه البطوله ونجاح البطوله، وشكرا لكم انتم ايضا. وبالتالي راح يكون هناك لكم ايضا مساحه كبيره للجماهير. شكرا جزيلا للمعلق الرياضي السعودي الشقيق كابتن حسين الاحمد، اللي علق على مباراه الاهلي اليوم مع بنفيكا البرتغالي، وفي اللحظات القاتله الحقيقه زي ما المهندس عدلي حس بيه، دخل قلوب الجميع كلها، لان اللحظات الانفجاريه في الثواني الاخيره، الراجل بيصرخ اهلي 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 اهلي، اعتقد كانت لحظه هزتك انت، رحت بعت لي الفيديو بسرعه، بعتها لك في ساعتها. انا حسيت ان هو بينط معانا يعني. طلعت منه يعني. انا عايز اقول لك حاجه، لما تشوف كيف تجاول الاهلي في منطقه الخليج يرسم البهجه ويجمع الجاليات المصريه طبعا وفي مقدمتها، وازعم ان ناس كتير يمكن ما كانتش مهتمية بالرياضة. طب ده مش يفرض علينا برضو
التواجد الخليجي كتير لازم للألعاب دي؟ شوف احنا كان عندنا زمان في وقت الهوايه اساليب احترافيه، احنا كنا بنلعب ماتشات وديه كتير جدا هناك في كل الالعاب، في تواصل دايما. علينا ان احنا نحيي هذا الامر، علينا نتواجد، علينا ان احنا يعني نتواصل بشكل او اخر مع اديك شايف الجماهير متعطشه قد ايه يا استاذ ابراهيم. هذه فرص لو استغلت تسويقيا. ايوه تخيلك رايح بقى محمل بالجيف اواي، معاك بقى فانيلتك والتيشيرت وبتاع، ورحت نازل بزخمك في هذه البطولات، ما انت اللي هتكسب وانت اللي هتبيع وانت اعمل روج لمنتجك، روج. بص العظمه في الامر ان الاهلي يجب ان يعتمد ويستثمر هذا الشغف وهذه القاعده العريضه من جماهيره بشكل اقتصادي اوسع واكبر. ده كلام مهم جدا، ولما يطلع من خبير تسويقي يبقى اهم، وعشان كده لازم نرجع له بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي واحد من اهم مكونات القوة الناعمة الوطنية المصرية. شوفوا كلام المعلق السعودي الشقيق وهو بيتكلم عن قيمة الاهلي وقيمة تواجد جمهور الاهلي وتلاحمه مع الجماهير السعودية والصورة العربية المصرية السعودية الجميلة اللي رسمها الاهلي وفريقه في الدمام. ما تخافش على الاهلي لانه الاهلي النهارده بيصبح اول نادي افريقي يكسب فريق من اوروبا في بطولة العالم لأندية كرة اليد. ما حصلتش، عملها الأهلي. الأهلي صحيح خد الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية في 2007، لكن بنظام البطولة الجديدة لما يقصي بنفيكا اللي هو السنة اللي فاتت كسب ماجد بيرج الألماني في نهائي الدوري الأوروبي، يبقى اللي عمله الأهلي النهاردة وماجد برج انجاز كبير جدا. ماجد برج كان كسبان برشلونة في بطولة العالم، يعني وحامل لقب هذه البطولة. فحجم ما تحقق يا جماعه من انجاز كبير جدا جدا. عشان كده بقول لك المرزبه والشاكوش. بعيدا عن المرزبه والشاكوش للمهندس عدلي، انتهى منذ قليل اجتماع مهم لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي لوجود الكابتن محمود الخطيب في رحلته العلاجيه، ومن ثم حضوره نهائي او بطوله العالم لكره اليد. مع انتهاء الجلسه معنا على الهاتف دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير على الكابتن عدلي، ومساء الخير على مشاهدين برنامج ملك وكتابه وجمال. نبارك لك الاول على كره اليد، ونقول ان يعني دي حاجه تفتح النفس وتستاهل التعب اللي بتتعبوه الايام دي. في الحقيقه اللي يحتاج التهنئه واللي يحتاج المباركه فعلا هو جمهور النادي الاهلي العظيم اللي موجود في كل الدول العربيه في الحقيقه، اللي قدم نموذج مشرف مش بس لجماهير النادي الاهلي وايضا لجماهير المصريه اللي بتتابع الرياضه في كل مكان في الحياه. يمكن بالامس القريب كان عندنا ايضا جمهور النادي الاهلي في الكويت، دوله الكويت الشقيقه، وفي الحقيقه هو اللي ادى للبطوله رونق باعتراف الاشقاء في كل الدول العربيه. عندما يحضر الاهلي ويحضر جماهيره فسوف يكون للبطوله قيمه، وده في الحقيقه اللي بيجعلنا يعني فخورين جدا بجمهور النادي الاهلي. برضو خليني ارجع ورا شويه، يمكن برضو كان عندنا بطولة المباراة اللي كانت موجودة في دور ال 32 ماتش المنستيري، كان عندنا السلطات أو الجهات الأمنية الموقرة كانت منحت لنا 10,000 مشجع في كل الدرجات اللي موجودة في استاد الأهلي ويد السلام. في الحقيقة ال 10,000 تذكرة نفذوا على الرغم من إن كان في يعني بعض الظروف اللي احاطت بالمباراه، لكن جمهور النادي الاهلي كانت في قمه الروعه وفي قمه الابداع، كان مساند للفريق وكان مساند ايضا لاداره النادي الاهلي. فعلا خلينا نقول ان لقب جمهوره ده حماه، هو ده الحاجه العظيمه اللي فعلا بتسند النادي الاهلي وبتسند اداره النادي الاهلي وبتسند فرق النادي الاهلي. ويمكن بالمناسبه دي يمكن كان في تواصل مع الكابتن محمود الخطيب بعد ما تابع جزء من فعاليات المباراه بتاعت كره اليد داخل مقر البطوله. في الحقيقه كان حريص انه يتواصل وايضا يثني على الحضور الجماهيري اللي هو مصدر فخر ويعني مصدر فخر واعزاز من كل اداره النادي الاهلي على راسها الكابتن محمود. وكان ده توجه المجلس النهارده بالكامل، هو لابد من توجيه رساله شكر الى جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل الدول العربية. وده في الحقيقة دايما بيخلينا ان احنا نبذل، يمكن الكابتن عادل بيقول احنا لسه منتهين من دقائق معدودة
من جلسات مجلس الإدارة منعقدة منذ الصباح الباكر، لأن كان عندنا مجموعة من القرارات الحيوية والمهمة والاستراتيجية على رأسها. النهاردة الحمد لله أقر المجلس وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية لهذا العام المالي الحالي، وسوف تنعقد إن شاء الله في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر إن شاء الله. وده كان موضوع مهم أيضا. وكما اعتمد مجلس الإدارة النهاردة الحمد لله الميزانية على العام المالي 21-22، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مراقب الحسابات، فكانت يعني جلسة مهمة وجلسة كانت تحمل الكثير من النقاش. كما اعتمد قرار رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب بتكليف الدكتور محمد شوقي برئاسة بعثة فريق كرة القدم المسافر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة لمباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي. وفي الحقيقة ده كمان يرجع هنا تاني لجمهور النادي الأهلي، اللي احنا عندنا ثقة كبيرة ان سوف تكون مدينة العين واستاد العين ان شاء الله ممتلئ عن اخره بجماهير النادي الأهلي. ويمكن كل الأخبار اللي بيتم تداولها بتشير الى ان جماهير النادي الأهلي نفذت كل تذاكرها، فده يعني بيأكد وفاء وولاء جماهير النادي الأهلي. واسمحوا لي بقى ان ده ياخدني وياخدني لموضوع في غاية الأهمية أعلن عنه بالأمس القريب، وما كانش في فرصة ان انا اكون مع حضراتكم لان كانت الحلقة بتاعت ملك وكتابة اللي بيتابعها كل جماهير النادي الأهلي كانت يوم الاثنين، واحنا أعلننا عن الراعي الرئيسي للنادي الأهلي وهو شركة اتصالات، وهي واحدة من الشركات العربية الرائدة أيضا، الشركة الأم في دولة الإمارات الشقيقة أيضا، ودي واحدة من كبريات شركات الاتصالات في الحقيقة. وخليني أقول برضو أن احنا النادي الأهلي هو دايما يقود التفرد في الرياضة المصرية وبيقدم النماذج الفريدة. احنا دايما كانت الرياضة المصرية ماشي على نموذج بيع رعاية في الحقيقة، ويمكن الكابتن عدلي بحكم تاريخه الكبير اللي كان موجود في الاستثمار والرعاية تذكر أن احنا كنا بنعمل حزمة واحدة ونبيعها. النهاردة الأهلي بيغير استراتيجية السوق المصري كله رأسا على عقب، وبيبيع بنموذج أيضا جديد وفريد على السوق المصري، إن بيبقى فيه علاقة مباشرة ما بين النادي الأهلي والرعاة الرسميين له في الحقيقة بشراكة استراتيجية مع الشركة المتحدة المسوق الحصري للحقوق، وبالتالي ده نموذج جديد النادي الأهلي بيقدمه للسوق المصري. خلينا نقول بقى الخبر الأهم اللي كل جماهير المصرية بتنتظره وأيضا كل الأندية العربية بتنتظره، الأهلي وقائد هذا السوق كم دفع الراعي الرئيسي للنادي الأهلي؟ يمكن الجميع يتذكر أن عقد الرعاية السابق لمدة 4 سنوات كانت قيمته 510 مليون جنيه، وكان في أكثر من 14 راعي موجودين في هذا العقد في الحقيقة، 6 منهم على التيشيرت والباقي موجود في حقوق رعاية تتعلق بالملعب وتتعلق بالفروع والمقرات بتاعت النادي الأهلي. خلينا أقول لكم خبر يسعد جماهير النادي الأهلي، وكمان يخلي حالة اللغط اللي كانت موجودة والتخمينات والتوقعات التي كان بعضها في الحقيقة جانبه الكثير من الصواب، إن العقد الحالي بتاع الراعي الرئيسي بمفرده، الراعي الرئيسي بمفرده في الحقيقة تجاوز إجمالي قيمة العقد السنة اللي فاتت بنسبة تتراوح ما بين 13% و25%. فكل واحد يقعد يحسبها، وبقى عشان كده جماهير النادي الأهلي أنا عارف إن هي شاطرة في الاستثمار هتقعد تحسب، والآخرين أيضا هيقعدوا يحسبوا لنا لما وليه هي 13 وليه هي 25 مش محددة، لأنها مرتبطة كمان بعضها مرتبط بالأداء الرياضي على أرض الملعب، يعني فوز ببطولات، فوز بمسابقات دولية، والحمد لله تاريخ النادي الأهلي الكبير والعريض بأكبر نادي حصدا للبطولات في الحقيقة، وده أيضا واحدة من العلامات التجارية اللي متسجلة باسم النادي الأهلي، إن ده هيبقى مترتب عليه حوافز، وده الحمد لله برضو ده نموذج جديد إحنا بنعمله. لكن لسه عندنا مشوار كبير في الرعاية على فكرة، وسوف تكون في الكثير من المفاجآت، الجميع منتظر للساعات القادمة سوف نعلم بالتوالي عن الرعاة أيضا الجدد اللي هم أيضا هيشاركوا في رعاية تيشيرت النادي الأهلي وفريق كرة القدم وكل الفرق الرياضية. الحاجة الثانية المهمة جدا جدا إن النادي الأهلي في الحقيقة دايما بيتعامل مع الحقائق لا مع ما يتمناه الآخرون من رغبات لا يتم تحقيقها على أرض الواقع. ده القيمة الأعلى في السوق العربي اللي احنا بنقدر نتكلم عليها، كمان عندنا مميزات أيضا تم الحصول عليها،
الحاجه الاخيره بقى والمهمه ان احنا مقدمات العقود بتاعتنا ان شاء الله سوف تكون مفاجاه لكل جماهير النادي الاهلي، وده بيعكس برضو او بينفي كل الحاجات السلبيه اللي تم اثارتها في الفتره الاخيره في الحقيقه. وهنا عايز انتهز الفرصه لاشكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في الحقيقه اللي كان حريص على متابعه عمل اللجنه المكلفه من قبل سيادته السيد عمرو فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، ايضا السيد المهندس خالد مرتجي في الحقيقه، وايضا كان ينضم للفريق رئيس لجنه تنميه الموارد الاستاذ محمد الغزاوي. وفي الحقيقه كان مجلس الاداره كله على قلب رجل واحد في الحقيقه في دعم هذا الملف، ونتائجه بدات تظهر على الارض. ايضا الحمد لله عقد البث الحمد لله تم انجازه وتوقيعه بقيمه ماليه ايضا تتخطى 660 مليون جنيه. النهارده انا حابب اقول ارقام كام يا دكتور؟ 660 جنيه. الحمد لله، وده برضو بيعكس قيمه وقوه اربع سنين برضو ان شاء الله. اربع سنين لسه عندنا كثير من الحقوق التجاريه ان شاء الله اللي هيتم توقيع العقود عليها، فيعني اعتقد دي كلها مع يعني من اتنين رعاه بس يا دكتور حققنا ضعف الارقام السابقه. واحد فقط من راعي واحد لا فقط لا يعني قصدي راعي واحد بس والبس قصدي يعني من راعي واحد فقط حققنا نسبه تزيد عن عقد الرعايه بتاع العام الماضي كله على بعضه اللي احنا بعناه ب 520 مليون جنيه، حققنا قيمه تزيد من 13، اقل حاجه هتبقى بتزيد 13%، اكثر حاجه ممكن نوصل لها 25% ان شاء الله. فاعتقد طبقا للبونص والحوافز المحطوطه للبونص والحقوق التي تم منحها. ففي الحقيقه خلينا نقول ان احنا فخورين بالاهلي، فخورين باعضاء النادي الاهلي، فخورين بجمهور النادي الاهلي، فخورين بقيادات النادي الاهلي المخلصه اللي بتعمل لصالح النادي الاهلي ولا تعلن الا عندما يتم انتهاء العقود كما تعودنا دائما في النادي الاهلي. يمكن الاهلي صمت الفتره اللي فاتت وكان هناك ارقام بيتم وهناك كانت تصريحات تتم بان الاهلي مش هيحقق القيمه والسوق، على الرغم من ان في الحقيقه الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم اجمع وليست جمهوريه مصر العربيه فقط في ظل الاحداث السياسيه اللي بيشهدها العالم كله وتاثير عمليه الاعلان واقتصاد ميزانيه الاعلان بنسب قد تصل الى بعض الاحيان 30%، الا ان النادي الاهلي استطاع ان يغرد خارج السرب في الحقيقه ويرفع قيمة حقوق الرعاية، وهذا يعكس قوة ومتانة العلامة التجارية للنادي الأهلي في الحقيقة وحجم شعبية الأهلي. ما هو حضرتك برضو ده مهم، يعني السؤال اللي الكابتن عدلي طبعا مشكورا تفضل بيه أو الطرح الجميل للكابتن عدلي أشار إليه، شعبية الأهلي في الحقيقة تقديرات الرعاية لا تبنى على عواطف ولا تبنى على علاقات شخصية، شعبية قيمة الرعاية بتبنى على قواعد محددة، هو الحصه نصيب حصه الفريق سواء كان السوق الوطني او السوق العربي. واحنا الحمد لله يمكن كان عندنا حدثين مهمين بياكدوا احنا بدانا بيهم المداخله مع حضراتكم. النهارده المملكه العربيه السعوديه النهارده بتزيد نصيب جمهور الاهلي في الحضور داخل المباراه، وانا هنا اسمح لي يا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم ان انا اتوجه بالشكر الجزير للجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه في المملكه العربيه السعوديه على السماح بزياده اعداد جماهير النادي الاهلي، وده بيعكس الحصه السوقيه للنادي الاهلي داخل الدول العربيه. ايضا بالامس القريب كان ايضا الكويت الشقيقه ايضا قررت زياده سعه المدرجات المخصصه للنادي الاهلي نتيجه لزياده حصه النادي الاهلي داخل السوق الكويتي. ايضا داخل السوق المصري حدث ولا حرج تقرير مجلس الوزراء الصادر عن مركز بصيرة للقياسات قال ان 72% من المجتمع المصري يعني شغوفون بالنادي الاهلي، شغوفون بالنادي الاهلي، فاضرب في 110 مليون يعني تقريبا النهارده عندك حضرتك اكثر من 85 مليون مواطن هم مشجعين النادي الاهلي، يعني بتتكلم على نسبتك حصتك في السوق 72%، هذا ما يتم تقديمه للرعاه. الجزء الثاني ان جمهور النادي الاهلي النهارده هو لما بيكون بهذه الحصه السوقيه ده بينعكس على القدرات الشرائيه للشركات الراعيه، وده واحد من الاهداف الرئيسيه ليها ايضا عندما تتعاون ايضا مع مجلس اداره ايضا يتمتع بمقدار كبير من القدره على اداره تلك الاستثمارات، فمعناه ان عنده عقد رعايه لا يمكن ان يهتز وسط الموسم او في اطراف
نهايه العقود ولا يتم فسخه، فاعتقد ان دي كلها مؤشرات بتعكس قوه النادي الاهلي واصاله النادي الاهلي التاريخيه في الحقيقه، ايضا عدد البطولات اللي بيتم الفوز بيها. عندما نقارن النادي الاهلي تجد ان النادي الاهلي يصعب المقارنه بالارقام التي فاز بها النادي الاهلي بعدد اكبر من البطولات. النادي الاهلي هو ثاني نادي في العالم اكثر حظا للبطولات القاريه، وايضا ينافس على هذا اللقب بقوه. ففي الحقيقه خلينا نقول دايما ان احنا فخورين بعلامتنا التجاريه، فخورين بالنادي الاهلي وفخورين بانجازات النادي الاهلي. ويمكن انا دخلت معاكم مداخله من 3 اسابيع قلت لحضراتكم نستبشر خير بالشغف اللي حصل من جماهير النادي الاهلي وحرصهم على التغير اللي حصل في العلامه التجاريه، لانهم عارفين قيمه علامتهم وقوه هذه العلامه، وهم الذين يمتلكون هذه العلامه. وفي المقابل شركات الراعيه بتدفع هذه القيمه الكبيره لصالح النادي الاهلي. يبقى طلب عايزك تدعمه ان احنا نطلب من جماهيرنا العريضه بقى مسانده رعاه النادي الاهلي من خلال الإقبال على منتجاتهم عشان يعرفوا أي حليف قوي يعني خدوا رعايته ويبقى ده يترجم فلوس في المستقبل. في الحقيقة يمكن خليني أقول لحضرتك بعض الأرقام. إحنا كنا متابعين بمجرد نشر أول بوست للإعلان عن إن شركة اتصالات مصر أصبح الراعي الرئيسي للنادي الأهلي، إحنا عندنا مؤشرات رقمية بتقول إيه اللي حصل من جمهور النادي الأهلي عشان يعزز المبدأ اللي حضرتك قلته يا كابتن عادلي، أن جمهور النادي الأهلي لا يحتاج إلى دعوة لمساندة رعاة النادي الأهلي أو مشروعات النادي الأهلي التجارية. بالعكس الجمهور هو أكثر حرصا وشغفا بهذه المشروعات، وده انعكس في أول ساعة فقط. في أول ساعة حجم اللايك اللي كان موجود على شركة اتصالات مصر هي ايضا لم تتوقعه، على الرغم من عندها دراسه جوده سوقيه قويه جدا. احنا تجاوزنا 211 الف لايك في اول ساعه فقط للاعلان ده. حضرتك بيعكس قد ايه جماهير النادي الاهلي عظيمه، عندها وعي راقي، عندها فهم لكيف تساند وتدعم النادي الاهلي وتعزز من قدراته الماليه حتى يستطيع النادي الاهلي ان يستمر في الرياضه الافريقيه، حتى يستمر في الرياضه العربيه، حتى يستمر في الرياضه داخل السوق المصري، ويقدم باستمرار نموذج فريد ومتطور كما يتم في الاسواق العالميه. وانا قلت في بدايه المداخله ان اول مره ان احنا السنه دي نشتغل بنموذج الرعايه الحالي، والجميع كان متخوف على فكره لانه بيحمل قدر كبير من المخاطر، كبيره جدا من المخاطر، لان من الوارد الا تبيع اي حقوق مع بدايه الموسم. ولكن ده بيعكس ان قوه العلامه التجاريه تغلبت على المخاطر اللي كانت بيتعرض ليها هذا النموذج. ما بيعملهاش الا الناس الكبار، ما بيعملهاش الا ريال مدريد، ما بيعملهاش الا برشلونه، ما بيعملهاش الا بايرن ميونخ، ما بيعملهاش الا المان سيتي، ما بيعملهاش غير النادي الاهلي. طيب دكتور خليني اسالك بقى كخبير تسويق كبير، الاهلي لاول مره زي ما حضرتك اشرت بيغير استراتيجيه التسويق، مش بس في نظام الطرح والحزم الاقتصاديه اللي تم طرحها، لا من خلال العلاقه مع الطرف المسؤول. يعني احنا اعتدنا ان تبقى فيه وكاله راعيه دايما هي اللي بتاخد حق رعايه النادي الاهلي. مجلس الاداره الحقيقه كان اخذ قرار باعتماد الشركه المتحده كمسوق رئيسي للنادي الاهلي. ايه مدى الاستفاده من هذا المسوق والدور اللي لعبه مع النادي عشان النادي يوصل لهذه الارقام؟ خلينا نقول ان الشركة المتحدة في الحقيقة هي ايضا عندها خبرات كبيرة، وعندها ايضا عملاء قائمين على الارض نتيجة لخبراتها في هذا السوق، سواء كان من الشركات الشقيقة اللي بتنتمي ايضا للشركة المتحدة. في السابق كان هناك شركة بريزنتيشن ايضا تحت المجموعة دي، شركة السادات ايضا تحت المجموعة دي، الشركة الجديدة اللي احنا تعاقدنا معاها الشركة المتحدة للتسويق الرياضي. وبالتالي ده كان ذكاء من مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود ان احنا نستثمر علاقتهم مع المؤسسات الاقتصاديه وايضا خبرتهم الكبيره بالسوق المصري. كان من كمان احنا عندنا ميزه، احنا كمان كنادي اهلي لو حضراتكم تتذكروا احنا كمان بقى عندنا اداره تسويق. يمكن الكابتن عادلي يتذكر معايا الموضوع ده، وهنا انا اتوجه له بالشكر الجزيل. كابتن عادلي كان هو الوحيد اللي موجود في اداره التسويق والاستثمار، وانا كنت مع شرفت ان انا اكون مع مجلس اداره النادي الاهلي في الاعوام الماضيه، ان انا اكون انا وهو موجودين في هذه الاداره بمفردنا. النهارده احنا عندنا ايضا
اداره تسويق، وده يمكن كان حرص الكابتن محمود من الاربع سنين اللي فاتوا ان يبني كوادر تسويقيه تستطيع هي ايضا تخش في عمليه اداره الملف التسويقي بشكل مباشر. واسمحوا لي هنا ان انا اشكر زملائي في اداره التسويق كلهم، امير توفيق وماريان ديمتري واحمد طوخي وكل الزملاء اللي في اداره التسويق في الحقيقه. فاحنا كمان بقى عندنا فريق وهم عندهم فريق استراتيجي، فاستفدنا بخبرات الشركه المتحده الكبيره وعلاقتها الاستراتيجيه داخل هذا السوق، فان تكون المسوق الحصري مع الشركات. ثم ايضا استفدنا بخبرات النادي الاهلي اللي اصبحت موجوده على الارض في الحقيقه، وبالتالي هنا حصل نوع من التكامل. الاداره دي بدات تعمل الحزم المتحده بخبرتها الكبيره وعلاقتها الاستراتيجيه القويه بالاسواق. ويمكن احنا عندنا هنا نموذجين، او يعني خلينا نقول النموذج الاول وخلي النموذج الثاني مفاجاه، ان شركه اتصالات مصر هي واحده من الشركات العربيه. احنا قلنا دلوقتي بدانا ندخل كمان حد من الاسواق العربيه الى داخل السوق المصري، ده نتيجه لخبره الشركه المتحده في السوق في الحقيقه. واسمح لي هنا ان انا اقدم لهم كل الشكر والتقدير على ما تمه بذله على فكره في فتره قياسيه. يمكن انتم حضراتكم عارفين ان احنا الوقت كان مزنوق، التغيير الاستراتيجي ده حصل في بالظبط حصل في اربع اسابيع، وده مستحيل. انت عشان تبيع عقد رعايه بهذا الحجم وبهذه الضخامه محتاج على الاقل تشتغل قبليه بسنه. وهنا يمكن في موقف انساني، ما اعرفش والله اذا كان مسموح ان انا اقوله، لكن هو موقف انساني فعلا. يمكن كان عندنا ظروف انسانيه تعرض ليها الكابتن محمود الخطيب بوفاه شقيقته، ويمكن كان يوم العزاء كان عندنا مفاوضات في الحقيقه، وكانت يوم العزاء في الحقيقه اصر ان يكون موجود في النادي الساعه 9 عشان نستكمل شغلنا نظرا لضيق الوقت في الحقيقه. وهنا دايما عهدنا برموز النادي الاهلي وقياداته ان بتقدم تضحيات، فاحنا كان عندنا اربع اسابيع نبيع عقود رعايه ان شاء الله يفخر بها جماهير النادي الاهلي واعضائه وايضا العاملين فيه. فهنا احنا عندنا شكر موصول لكل الزملاء اللي شاركوا في هذا بقياده مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود واللجنه الموقره اللي انا توجهت ليها بالشكر الجزيل. ايضا بتوجه بالشكر الجزيل للشركه المتحده في الحقيقه ان هي عملت ليل مع نهار بتواصل مستمر معانا، وتحملت برضو كثير من الضغوط في الفتره اللي فاتت دي. بشكر ايضا الشركات اللي موجوده تحت مظله النادي الاهلي، بشكر شركه الاهلي لكره القدم سواء كان مجلسها الاداره الموجود الموقر في الوقت الحالي، وايضا مجلسها اللي كان موجود في الفتره الماضيه، بشكر شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، بشكر شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، بشكر شركه الاهلي للخدمات الرياضيه. في الحقيقه الاهلي مؤسسة وطنية في الحقيقة، دايما هي اللي بما انك قلت الاهلي مؤسسة وطنية، عايزك بس تقول لي بعض الخلفيات ولعلك قد رصدت محاولات الاستغلال اللي هو مش عارف الخبيث لبعض القضايا عشان يوتر ويستقطب جماهير الاهلي في اتجاه، ولكن جماهيرنا بوعيها وحسها ادركت ان كل هذا عبث، وان النادي الاهلي يعني هو الاكثر حرصا على مصالحها والاكثر حرصا على تحقيق اهداف دولته. انا عايزك تقول لي بعض الكواليس في هذا الامر. يعني في الحقيقه طبعا كان في بعض المنصات الاعلاميه في الحقيقه اللي حاولت تشير او تثير اخبار مغرضه، اغراض غير طيبه على الاطلاق. ويمكن انا بقول برضو يعني بعض الكلمات اللي تتناسب مع قيم وعراقة النادي الأهلي. يمكن احنا كل مرة انا بحاول اذكر الناس مكتوب على البوابات عندنا تاريخ مبادئ تطوير، التاريخ بتاع النادي الأهلي بيشير الى دور الوطن العريق في الحقيقة، والنادي الأهلي دايما هو اللي بياخد النماذج الفريدة ويقدمها لصالح كل المؤسسات الوطنية على فكرة. يمكن احنا العقد بتاعنا النموذج بتاعه هو اللي الحمد لله هو اللي تم استخدامه في كل عقود الرعاية ان شاء الله داخل السوق المصري. فما نجحتش كل الناس اللي كان عندها يعني في الحقيقة نوايا غير طيبة في إثارة جماهير النادي الأهلي، وهي بتحاول معانا بقالها فترة في الحقيقة الفترة الماضية كلها. ويمكن أخرها كان مجموعة من الحاجات إن هي حبت تعمل مقارنات، يمكن سعر التذكرة كان على ما أتذكر في ماتش المنستير، قدمت جماهير النادي الأهلي في الحقيقة ردها بكل رقي وبكل أمانة وبكل ولاء تجاه النادي الأهلي وإدارته.
كانوا الناس متوقعه ان الجماهير هتكون الجماهير المنصات المدرجات خاويه. في الحقيقه انا جالي تقرير من شركه تذكرتي ان اللي تم بيعه بالظبط 10,000 تذكره، 10,000 تذكره اللي هي المتاحه اللي هم المتاحين، اللي هم 10,000 تذكره اللي تم الترخيص بيهم تم بيعهم، وده كان رد عظيم من جمهور النادي الاهلي على كل الناس اللي كان عندها نوايا غير طيبه غير حميده تجاه النادي الاهلي وتجاه الدوله المصريه. احنا دايما عندنا الكابتن محمود بيقول يعني دايما في كل المناسبات مصر فوق الجميع، في الحقيقه ان احنا الجمهور ايضا كان حريص ان هو يدي درس، لكن الدرس ده ادى الجمهور بشياكه وبقيمه النادي الاهلي وباخلاق النادي الاهلي، تواجد في المدرجات، كان مساند للفريق، كان مساند للاداره، ده فكان ده رد على النوايا الخبيثه اللي البعض بيحاول يثيرها. الموقف الثاني ايضا كان يتعلق بالرعايه، البعض حاول ان الاهلي خسر، ان الاهلي لن يكون هناك رعاه، ان الاهلي مغلق عليه داخل السوق، ويفاجئ الجميع بان راعي واحد. على فكره بقول لحضرتك يا جماعه يعني معلش اسمحوا لنا وانا اسف على الاطاله معاكم، لا لا اتفضل. عندنا في العقد اللي فات كله 14 راعي كان عامل 510 مليون جنيه تمام من 4 سنوات. النهارده الراعي الرئيسي لوحده انا بقول مش عايز افصح عن الرقم في الحقيقه، لان ده احنا عشان بنقدم نموذج جديد فبقى عندنا سريه بيانات، فانا بقول لكم زايد حد ادنى الراعي الرئيسي لوحده 13% ويوصل ل 15%. بالمناسبه من ضمن الحقوق اللي هي مش محسوبه ماديا مع الراعي الرئيسي، الراعي الرئيسي من ضمن الالتزامات عليه ان هو هيتولى تنظيم معسكر سنوي للنادي الاهلي خارج جمهوريه مصر العربيه بعدد من المباريات على الا يتحمل النادي الاهلي اي تكاليف ماديه، ده الراعي الرئيسي لوحده. خلي بال حضراتكم من قيمه المعسكر يعني بس عشان ايه؟ انت دلوقتي عايز تقول ان الراعي الرئيسي المره دي بال 14 بقيمه ال 14 راعي الماضيين اللي تعاقدنا عليهم لمده 4 سنوات بالاضافه الى ميزات جانبيه قد تزيد من هذا الامر. عندي مميزات جانبيه كتير ان شاء الله، وفي كتير من المفاجات ان شاء الله حتى لاعضاء النادي الاهلي نتيجه للعلاقه المباشره، فكل الاغراض الغير حميده الحمد لله النهارده احنا بنرد عليها، مش بنرد عليها بالكلام، واحنا في النادي الاهلي ما تعودناش ان احنا نتكلم، احنا تعودنا ان احنا نمارس ما نقوله، نمارس ما نقوله ونستخدمه. فالنهارده يوم ما كان عندي عقد واعلنا بشكل رسمي النهارده النادي الاهلي بيطلع يعلن عن اول راعي، وان شاء الله في الايام التاليه ان شاء الله هنعلن الكثير من الاخبار اللي هتمثل فخر لجمهورنا وهتمثل يعني اعجاب وتقدير من كل المجتمع المصري للنادي الاهلي، سواء كان بيشجع النادي الاهلي او ما بيشجعش النادي الاهلي، واحنا كل ده بنحترمه وبنقدره على فكره، او الناس اللي عندها نوايا غير حميده تجاه الدوله المصريه او النادي الاهلي ان شاء الله هتكون. طيب رسالتك للجماهير بقى بناء على هذه المحاولات الخبيثه لاستغلال مشكله ما للقفز على يعني او الاساءه للدوله او محاولات يعني لا يخفى على البعض الغرض منها، ورسالتك ليهم ايه بالاضافه الى انك يعني الرساله المؤكده من اعتزاز النادي الاهلي اللي بيقول لهم انتوا راس مالنا الحقيقي، ما هي الرساله الاخرى التي تتمناها من جماهيرنا؟ في الحقيقه خليني الاول اكد تاني ان انا بتوجه بالشكر الجزيل وفخور بجمهور النادي الاهلي. الرساله اللي باكد عليها ان جمهور النادي الاهلي النشيد بتاعنا والنشيد بتاعهم، جمهور النادي الاهلي جمهوره ده حماه، جمهوره ده حماه، ويمكن احنا اثناء الاحتفال بالنجم العشره قدمنا اغنيه ايضا جديده، كانت اغنيه واحده من الاغنيات اللي هي اتعلقت بقلوبنا ان احنا احتفظنا او كنا بنحتفل بالنجمه العشره والتاسعه، جمهور النادي كنا بنقول سلمه ووراها سلمه والرجاله مكمله، فده اعتقد ان احنا كل يوم بنطلع سلم وكل يوم سلم بيرفع النادي الاهلي وبيرفع مكانه النادي الاهلي، فجمهور النادي الاهلي هو الحمى لهذه الدرجات التي نصعدها كل يوم لنحقق مجد جديد يضاف الى امجاد النادي الاهلي العريقه، ليحقق دور النادي الاهلي المستدام في تطوير والمساهمه في حركه التنميه اللي بتقودها الدوله المصريه واللي هي محل اعجاب وتقدير لكل دول العالم، احنا جزء من هذه الاستدامه، جزء من هذا النشاط الاقتصادي للدوله المصريه، وعندنا مهمه ومسؤوليه مجتمعيه تجاه الاجيال الحاليه وايضا الاجيال القادمه،
نتمنى ان جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سوف يكون مستمرا في ان يكون هو حمى النادي الاهلي، جمهوره ده حماه. هي دي الرساله اللي اقدر اوجهها لجماهير النادي الاهلي. طيب دكتور سعد، اذا كان النادي عنده كل هذا التقدير لدور الشركه المتحده معاه كمسوق معتمد، ساهمت بقدر كبير وجهد كبير زي ما حضرتك بتشير في تعظيم موارد النادي والوصول بارقام الرعايه للارقام القياسيه، ولسه اللي جاي، ال 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 العلاقه بين الاهلي واجهزه الدوله، لانه الاهلي انا اعلم انهم عنده علاقه وثيقه سواء فيما يتعلق بالانشاءات، سواء ما يتعلق بالمقرات الجديده وكل كافه الجهود، واخرها حتى الاتصالات اللي حصلت بشان عدد الجماهير المسموح بها. حضرتك تقيم العلاقه من كل جوانبها دي ازاي؟ يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي عنده بنقول مبادئ، من ضمن المبادئ الموجوده في النادي الاهلي هو احترام القوانين الوطنيه، احترام القوانين الوطنيه، عشان كده النادي الاهلي ما بيخرجش عن الاطار القانوني اللي بترسمه الدوله المصريه او المجلس النواب المصري اللي بيصدر عنه تشريعات. النادي الاهلي بيمشي في هذا الاطار، ده رقم واحد، ولذلك لا تلاقي النادي الاهلي يخرج عنه اي شيء يخالف القيم الوطنيه الاصيله، ده احنا موضوع احنا ماشيين عليه، يمكن البعض بيبقى صعب عليه شويه انه يلتزم، لكن احنا النادي الاهلي دايما ماشي في الاتجاه ده، ودايما على فكره بالقانون بنكسب كل القطط اللي احنا بنعملها بنكسبها بالقانون، فعلاقتنا بمؤسسات الدوله المصريه هي قايمه على اسس وطنيه راسخه، ولذلك هتلاقي كل المشروعات الاستثماريه اللي احنا عملناها في الفتره اللي فاتت، يمكن وقلنا احنا قلنا ان احنا عملنا في الاربع سنين الماضيه استثمارات تقدر باكثر من 1.6 مليار جنيه، غير الاراضي اللي احنا عملناها. في الحقيقه ده كله كان من خلال التعاون مع مؤسسات وطنيه مصريه عملت صروح رياضيه تدعو المصريين كلهم للفخر، وانا يمكن من هنا برضو باكد ثاني ان احنا خلاص يمكن ده كان احد الحاجات اللي النهارده مجلس الاداره المؤقر استعرضها، ان الموعد المحدد لافتتاح فرع التجمع الجديد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله في خلال 6 اسابيع، بدايه من بدايه شهر نوفمبر سوف يكون الاعلان عن موعد الافتتاح. المره دي انا قربت خالص اهوت، الدنيا اصبحت عندنا واضحه، وده كان من خلال واحده من المؤسسات الوطنيه المصريه العملاقه اللي هي الهيئه بالتعاون مع الهيئه الهندسيه. عندنا ايضا في زايد مشروعاتنا بتتم مع احد المؤسسات الوطنيه العملاقه، ايضا عندنا في الجزيره، عندنا في مدينه نصر، فكل ده الحمد لله بيعكس مدى التعاون مع المؤسسات الوطنيه المصريه. وكمان في الحقيقه اسمح لي ان انا اتوجه بالشكر الجزيل ليهم، احنا لما بنطلب حاجه، يعني احنا لما طلبنا في ماتش المنستير زياده عدد الجماهير كان في تلبيه وكان عندنا 10,000، على الرغم من ان نتيجه المباراه الاولى في تونس كانت 1-0 وهي نتيجه البعض كان يعتبرها نتيجه مطمئنه، لكن احنا كنا دايما عندنا دي كان شوط اول ولسه شوط ثاني في القاهره، فاحنا علاقه النادي الاهلي بكل مؤسسات الدوله المصريه هي علاقه مبنيه على الاحترام والتقدير المتبادل للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي في الحقيقه هو واحد من اعرق المؤسسات الرياضيه الافريقيه، وده محل فخر لكل مصري، واعتقد كمان مؤسساتنا الوطنيه دايما بتساندنا ان احنا نستمر في تمثيل الدوله المصريه بما يليق ومكانه الدوله المصريه وبما يليق ومكانه النادي الاهلي، فهنا احنا في الحقيقه ما بنلتفتش لاي اشياء سلبيه، عايزين نبني وعايزين نبقى جزء من الاهداف الاستراتيجيه للدوله المصريه من خلال الرياضه، من خلال النشاط الرياضي، يعني احنا ما بنشتغلش حاجه غير النشاط الرياضي اللي هو وفقا للنظام الاساسي للدوله المصريه. بالمناسبه عندي اجتماع يوم السبت ان شاء الله عشان ننقل ان شاء الله افراد الامن ان شاء الله من يوم 25/10 هننقل، هنعين قوه الامن اللي موجوده في التجمع، هننقل الشركه اللي مسؤوله عن عمليات النظافه للتجمع ده، الكلام ده بقول لحضرتك يوم السبت ان شاء الله، افراد الخاصين بالزراعه عشان نبدا العمل على الارض فعليا، فده كله ده بيخلق فرص عمل لابناء المجتمع المصري، لابناء المجتمع المصري بمختلف اطيافهم واعمارهم المراحل السنيه بتاعتهم، ده كمان بيأكد الدور الوطني للنادي الاهلي في الحقيقه في توفير فرص عمل لكل اطياف المجتمع
المصري، فبيأكد على دور النادي الاهلي. هو انا يا دكتور ممكن اطلب طلب خاص؟ تحت امر حضرتك. عايز اروح ازرع شجره في التجمع. تزرع حضرتك شجره، وحضرتك واحد من القيادات الكبيره اللي في النادي الاهلي، تزرع شجره لان ده تقليد الحقيقه بداناه في مدينه نصر وكان رائع جدا. واحنا كمان هنعمل حاجه كويسه، احنا النهارده فكرتني يعني الكابتن عادلي بسم الله ما شاء الله دايما بيعلمني كتير. احنا النهارده يمكن بالمناسبه عندنا مصر مستضيفه قمه المناخ، مجلس الاداره النهارده خد قرار، يعني هو صحيح يمكن احنا ما حبيناش نعلن عنه، لكن هو في اطار ايضا المساهمه الغير مباشره في تحسين المناخ، احنا خدنا قرار النهارده بتوريد 1500 شجره حوالين ملعب الكوره بس عشان نقدر كمان يبقى مساهمه من النادي الاهلي برضو ده على ارض الواقع في القمه الكبيره اللي بتستضيفها مصر، ان احنا نتمنى ان شاء الله يحالفنا فيها التوفيق، وان شاء الله مصر تقدم نموذج مشرف لكل دول العالم فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه اللي هي واحده من مجالات اهتمام كل الدول الرائده في العالم ان شاء الله. استحملني في السؤالين واسفين للاطاله. تحت امرك يا كابتن. وحضرتك بتتكلم على الجهود اللي بذلت علشان ينجز مشروع التجمع الحياه اللي اتعمل في وقت قياسي، سواء من الهيئه الهندسيه او من النادي انه ينجز المشروع في الفتره القصيره ديت. الحلم الكبير بتاع الاهلي وجمهوره استاد النادي الاهلي. وساعة وضع حجر الاساس الكابتن خطيب كان وجه الشكر لقيادات الدوله ووزاره الاسكان ولكل المسؤولين على انجاز عمليه التراخيص والتعليه اللي في المكان. عرفت ان مؤخرا في تحرك لاعتماد الشركه اللي هيتم التعاقد معاها للبدء في الاستاد. ايه اللي تقدر تقول للجمهور الاهلي في مشروع بيمثل له حلم كبير؟ يعني طالما هو يعني هو في الحقيقه حلم للنادي الاهلي وحلم الجمهور النادي الاهلي، لكن احنا دايما متعودين في النادي الاهلي ان احنا ما بنقولش حاجه الا ما نشتغل ونخلص. لكن قدامنا حاجه ان شاء الله، ان شاء الله باذن ربنا سبحانه وتعالى بنعمل عليها من فتره كبيره جدا، بياخدها في الحقيقه الكابتن محمود بنفسه وبياخدها مع شركه الاهلي للمنشات الرياضيه ومجلس ادارتنا الموقر. في الحقيقه سوف تكون هناك مفاجاه عظيمه جدا 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 لم تحدث لا داخل القاره الافريقيه ولا داخل الاسواق العربيه الكبيره ان شاء الله. فخلينا لما نخلصها واحنا يعني خلاص في الامطار الاخيره لانهاء الشغل بتاعها سوف يتم اعلانها ان شاء الله بمجرد ان تكون هناك وثائق رسميه نهائيه بهذا الشكل. طيب السؤال الاخير، في ظل هذه العلاقه اللي هي اقوى من محاولات البعض الاصطياد فيها او محاوله الاساءه اليها وهكذا، موضوع دخول الجماهير وعدم العدالة في دخول الجماهير في بين المباريات، الناس شافت انه ماتش زي ماتش الزمالك دخلت جماهير اكتر بكتير من اللي بيدخلوا للاهلي، هل من اتصالات في الموضوع ده لاقرار العدالة في حضور الجماهير؟ مجلس الادارة النهارده المؤخر اخذ قرار بمخاطبة رابطة الاندية المحترفة في الحقيقة. أيوة. ووجه لها خطاب رسمي بضرورة ان يكون هناك عدالة في الالتزام بالساعة المقررة للحضور الجماهيري لكل أندية الفرق، لكل أندية الدوري الممتاز في الحقيقة. وده في الحقيقة النهاردة كان قرار واضح من مجلس الإدارة، وتم توجيه الخطاب بعد انعقاد مجلس الإدارة مباشرة إلى رئيس لجنة رابطة الأندية المحترفة. وفي الحقيقة كان في كمان تنسيق باتصالات تليفونية إن شاء الله، وتم مخاطبتها بهذا الشكل الخاص بعدالة الحضور الجماهيري والالتزام بالساعة المقررة للحضور الجماهيري داخل كل الاستادات المصرية دون استثناء لأي أحد. يعني يا دكتور الحقيقة شرحت وأوضحت وأوفيت، نشكرك جدا على وقتك إلا إذا كان عندك إضافة. هل لديك أقوال أخرى زي ما بيتقال؟ لا أنا ما لديش أقوال أخرى، لكن خليني في نهاية المداخلة كل الشكر والتقدير لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في الحقيقه، كل الشكر والتقدير لجماهير النادي الاهلي العظيمه، كل الشكر والتقدير لقيادات النادي الاهلي وعطائهم المخلص للنادي الاهلي، كل الشكر والتقدير للجهاز التنفيذي للنادي الاهلي، النادي الاهلي منظومه متكامله. خلينا كمان نبقى حريصين على بعض ويبقى ايدينا في ايدين بعض،
ما فيش حد فينا يستجيب لأي محاولة، وإن شاء الله لن يكون هناك استجابة لأي محاولة. والخبثاء يمتنعون، ويبقى الأهلي دائما فخرا لجماهيره وأعضائه، داعما للدولة، متسقا مع أهداف الوطن. شكرا لك يا دكتور سعد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وأعتقد مداخلة كانت في منتهى الأهمية، لكن أكيد عندك تعقيب. لا عزاء للخبثاء. لأن يعني أعتقد النهاردة، وعلى فكرة والجمهور ما استناش أي حاجة، ما تراه من دعم للنادي الأهلي في كل الملاعب داخل وخارج مصر هو ثقة رغم المحاولة في العبث في هذه العلاقة بين الأهلي وجماهيره، وبين الجماهير ودولته ووطنه. يعني ما فيش أرقى وأجمل وأكثر حس وطني من جماهير الأهلي، لأنه يشجع النادي الذي نشأ في أحضان الوطنية في مواجهة الاستعمار. محدش يزايد عن النادي الأهلي ولا يستغل أي مشكلة عشان يزايد ويبين أنه أكثر حرصا في محاولات واضحة مكشوفة عشان يزقوا رسائلهم الخبيثة في النص. جمهور واعي، النادي الأهلي مدرك، واقف ورا وطنه ودولته. وديك شايف الدكتور سعد بيقول بناخد ساعة الجد الدعم والمعذرة في المواعيد الكبرى، هنفتح النادي عمالين بنحل المشاكل، تبقى في النص يحصل حاجة تضايقنا ما بنسيبهاش، بنواجهها. أديك قلت الجمهور والعدالة، قالك النادي الأهلي واخد قرار هيناشد، امشي خطوة خطوة مع الجهات المسؤولة. طول ما في تناغم، طول ما في تناغم وثقة. بالثقة بالظبط، وثقة. وهو مين أكتر من النادي الأهلي يستحق هذه الثقة؟ ومين أكتر من النادي الأهلي يمنح هذه الثقة لدولته ولوطنه، إنه هو بجماهيره خلفه أهداف هذه الدولة العظيمة والوطن الكبير. الحقيقة يا جماعة الأمر ما ينفصلش عن بعضه، لأنه إذا كان الدكتور سعد شلبي بيتكلم على أنه لولا العلاقة الوثيقة للأهلي مع جهات الدولة المسؤولة ومنها الشركة المتحدة كاعتمادها كمسوق، وعلى فكرة يمكن دول أساتذتنا في التسويق، المهندس عدلي، هو حد يقدر يشتغل لوحده بدون مسوق؟ شوف كل حاجة ليها دورها. قد تبدو أدوار قدام الجمهور مش واضحة وبسيطة. لكن أنت أحيانا لو حبيت تعمل كل حاجة، ما هو المهندس بيرسم والمقاول بيقاول، لكن في ناس بتشيل القصعة وتطلع على السقالة، في ناس بتشد السقالة، كلنا محتاجين بعض. المسوق جزء من العملية التسويقية، جزء من عملية استثمار الاسم والعلامة التجارية، وإنك تجلب منها الأموال. وعايز أقول لك حاجة، لو لم يكن الأهلي قويا باقتصادياته الذاتية ولديه المكون الاقتصادي الذاتي القوي، ما استمر ونجح. لأن لا أحد ينجح بالتبرع والدعم الخارجي. لا أحد. لأن وإلا هتظل أنت أسير من يدعمك وأسير من يعطيك. صحيح. في أحيانا بيجي ناس مجردة مش عايزة منك حاجة، لكن هيستمروا لإمتى؟ الأساس، وده أنا قلته لكابتن مدحت شلبي في مداخلة شهيرة أيام عبد الله السعيد في وجود الكابتن علي ماهر، لما بيقول لي الدعم وحد يدفع، قلت له الأهلي يعتمد على اقتصادياته، إذا أراد أحد أن يدعم فليدعم النادي الأهلي، ما يدعمش حاجة محددة، لأن النادي الأهلي له اقتصادياته. إذا لم يكن، وعلى فكرة هي دي الشفافية المالية، إنك تبقى اقتصادك يتحمل أعباءك. فأنت دلوقتي ده اللي بتثبته. والحمد لله، أنا لما بقول لك ضربة مرزبة ولا ميت دقة شاكوش، لما يجي راعي واحد يجيب لك قد ال 14 راعي في الجولة الماضية، ده كده ملكه كتابة من أمام النادي الأهلي لو شفت. أنت كده على بوابة النادي. ده إخراج جديد بقى ده. لمن صاحب الفضل، أوعى يكون شوارب. ده منظر جميل قوي، ما تخلوا لنا المنظر ده شوية. قعدونا في الجنينة الحلوة دي حبة. ايه المنظر الجميل ده، وايه النادي الجميل ده، وايه الحقيقه، وايه اليوم الجميل ده. الحقيقه حتى واحنا بنتكلم يا جماعه على علاقه التناغم والثقه والتقدير اللي بين الاهلي وبين هيئات الدوله الوطنيه المصريه، اللي النادي الاهلي ما نشا في الاصل من عدم الا لخدمه وطنه وبلده. الانجازات والبطولات اللي بتتحقق خارجيا دلوقتي، شوفوا حجم وزاره الخارجيه ودعمها للنادي الاهلي في المهام بتاعته الخارجيه. اسالوا الساده رؤساء البعثات اللي بيطلعوا بره ايه الحجم
الدور الكبير اللي بيلعبوه من السادة السفراء. بيفرحوا بالأهلي، شايفينه النموذج. السفير المصري في السعودية والقنصلية المصرية في السعودية، وهكذا كانت في الكويت، وهكذا كانت في تونس قبلها، وهكذا هتلاقيها إن شاء الله تعالى في الإمارات، في كل السفريات الخارجية. لا، هيئات الدولة والوزارة الخارجية والسفارات المصرية داعم قوي جدا للنادي الأهلي ومذلل له لكل المشاكل. ويبقى الأهلي الخالد على ضفاف النيل الخالد مع جماهيره وأعضائه في ملحمة رائعة يغني يا حبيبتي يا مصر. تعرف الشاعر الكبير محمد حمزة اللي ياما أمتعنا في مجلة الأهلي كواحد من الكتاب اللي كانوا عظام الحقيقة، سألته مرة الله يرحمه على الأغنية دي، قال لي والله طلعت زي الطلقة، ما خدتش في أجمل 10 دقايق. أجمل الأغاني اللي بتطلع كده في طلقة، تطلع بتعبير عن موقف. الكلمات الجميله قوي اللي غنيتها شادة دي، بيقول لي انا الاغنيه دي بالذات مره واحده، يعني ما قعدش مرتين، هي مره واحده في 10 دقائق كانت يا حبيبتي يا مصر. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وفي ظل الفرحه المصريه الكبيره بتاهل الاهلي للدور نصف النهائي لدوري او لبطوله العالم لانديه كره اليد بالسعوديه، حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على توجيه التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة هذا الإنجاز والفوز على بنفيكا البرتغالي. ووجه الوزير التقدير إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولجميع اللاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد بعثة الفريق على الأداء والظهور القوي بالبطولة والصعود إلى المربع الذهبي، متمنيا للفريق التوفيق في المباراة المقبلة والمقرر لها بعد غد السبت إن شاء الله، متمنيا الفوز والتنافس على لقب البطولة. وزير الشباب والرياضة أوضح أيضا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات خلال الفترة الراهنة بفضل دعم القيادة السياسية وتوفير الأجواء المناسبة حول اللاعبين، مشيرا لدعمه لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والفرق الرياضية المصرية المشاركة في مختلف المحافل العربية والقارية والإقليمية والدولية. رسالة بتأكد اللي كنا بنقوله من شوية. أيوة. هذه اللحمة بين الأهلي والقيادات الرياضية، قيادات الدولة بشكل عام، والتفاعل السريع بأي إنجاز حلو جميل على أرض الواقع، رسالة في ميعادها. لكن وأنت بتتكلم كان في على الصورة كده الجمهور حاطط بيسموه إيه، دخلة أو بانر كبير كده بيقول نادي أصر على العالمية. الله. قبل المباراة. كيان أصر على العالمية، جمهور وراه في كل الكرة الأرضية. الله. هذه يعني شوف بيستلهموا من الواقع الرسائل التي يطلقونها. كل التحية لشبابنا الجميل، وهو ده النموذج. خلينا على كده يا أولاد، والله لو خلينا على كده كل الحب للأهلي. هنشوف جمهور في ملاعب مفتوحة عشان الناس فعلا تشوف تأثير الجمهور على أداء اللاعبين، بيبقى فعل السحر، فعل السحر. الرسالة اللي تهمني جدا ماتش النهاردة والله صدقني أن كرة اليد عاشت، استمتعت بحالة العلاقة والثقة اللي لما بتعمل عليها، شوف بتعمل ايه وتتواصل ازاي مع جماهيرها وكيف يثق فيها الجمهور. تفتكر هيفرطوا في هذا؟ انا اتصور انها هتبقى نقطه انطلاقه حقيقيه تترجم قوه كره اليد في النادي الاهلي. طيب، فاتنا في البدايه ان نتقدم بخالص التعازي والمواساه للصديق العزيز الدكتور ياسر ايوب الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي في وفاه المغفور لها باذن الله تعالى والدته. الحياة ظروف البرنامج النهاردة حالت ان احنا نكون موجودين معاه في واجب العزاء، لكن كل الدعوات للفقيدة بالرحمة وللدكتور ياسر الشخصية المهذبة الخلوق بالصبر يا رب والسلوان. يعني كنا نتمنى نكون جنبه في اللحظة دي، لكن هو يعني كل اللي نملكه ان احنا نعزيه من هنا. ده كان اللفتة المهمة جدا، لكن ما تنسوش انه دايما وابدا كانت ضربه البدايه بتاعتنا مع انت لسه ما ضربتهاش. مقالي ومقاله العداله الواجبه. بطوله الدوري بدات الاسبوع ده، كل سنه وانتم طيبين. الاهلي
حقق انجاز مهم او بدايه كويسه بالفوز على الاسماعيلي في برج العرب 1-0، والزمالك حامل اللقب فاز على سموحه 2-0. لكن انا هنا بتكلم على العداله الواجبه المطلوبه، واذا كنا اتكلمنا مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي واشار الى انه فيما يخص عدد الحضور الجماهيري، لانه مباريات الاسبوع الاول كشفت انه عدد جماهير الزمالك اللي دخلت مباراه سموحه اضعاف ما دخل في مباراه الاهلي، وده امتداد للموسم الماضي الحقيقه، وده امتداد في استرخاء في لعمليه التسريب العناصر الاكثر بكتير. مش معقول يكون كل دول حاجزين من خلال السيستم، لانه السيستم رابطه الانديه قالت انه العدد المسموح به 3000 لكل فريق. واحد كل عمل دمه خفيف قوي والله يا شعبنا ده جميل. قال لك هو ما حصلش اخلال بس الاهلي 3000 متفرج والزمالك 3000 اسره. ففي خمسه يبقى ب 15 متوسط الاسره خمسه يعني او اربعه يعني، هو خف الدم لكن بتعكس ان يا جماعه ما خلينا بقى كده شفافيه مره ونمشي ننفذ الشيء الصح عشان نكمل صح، يا اما تفتحوها بالظبط افتحوها اذا كان في المتصور ان انت تخليها 10 طالما ان الجمهور ملتزم كده ووراقي كده. وعلى فكره رساله برضو للجمهور، عودتكم بالطاقه الكامله في ايديكم، كملوا على المشهد الجميل ده، كل واحد يشجع فريقه ملوش دعوه بالاخر بمنتهى الرقي، لا تعرض للاخرين، وبلاش بقى الوسائل اللي هي بتفسد بهجه الملاعب دي، لا شماريخ ولا غيره ولا، وخلينا نعبر عن كره قدم حقيقيه. عشان والله صدقني غياب الجمهور يا استاذ ابراهيم عن المدرجات مأثر على المنتخب القومي تأثير كبير جدا. الحقيقه هو ده الكلام المهم، لانه هو هيأثر على الجمهور ومتعته بالفرقه. هتقولي بيحضر في المنتخب وعلى دعم الفرقه، بس اللعيب مش متربي طبعا على الجمهور طبعا. فين احنا كان لما يا جماعه ده الاسماعيلي كان بيلعب فاينل افريقيا في 69 70 استاد القاهره مليان والناس متشعبط على السور، وعلى انا واحد من اللي اتشعبطوا على السور ورا الاسماعيلي وعلى عندنا الكهرباء الله. في وقت شوفوا كان عدد السكان كام وعدد الجمهور كام، شوفوا الاهلي في الثمانينات والتسعينات لما كانت بتبقى ال 120 الف متفرج، قيمه الكوره وصناعه الكوره واهميه الكوره واقتصاديات الكوره ومتعه الكوره محتاجه الجمهور، محدش ابدا يقدر يغفل دور الجمهور ومستوى الكوره طبعا التقدم. حتى التطور فيها محتاج هذا الدعم، مفيش مسرح بدون جمهور، مفيش فنان هيقف على خشبه مسرح ويقدم فنه من غير ما يحس بالجمهور. الابداع ياتي من التفاعل، الابداع ياتي من التفاعل، الكره لعبه ابداع. فاذا كنا بنطالب جمهورنا من خلال شاشه الاهلي، جمهور الاهلي الكبير، بالالتزام والانضباط وتنفيذ كل المهام اللي مطلوبه للحفاظ على امنه، لانه للاسف اول حد بيدفع الثمن للاسف الجمهور نفسه، ودفعه غالي جدا ربنا ما يعيدها. فبالتالي اذا كانت الجماهير حضورها هو اللي بيخليها تلتزم وهو اللي بيفيدها وهو اللي بيحافظ عليها، جمهور في كل ما سبق ملتزم وبيأدي فعلا ملحمه كويسه جدا في دعم الفريق. يخلي بالهم حاجه يا استاذ ابراهيم، بس حاجه صغيره، اوعى تستجيب لحد يستغل حاجه عشان يحرضك، عشان ياخدك في سكه يحرضك يرجعنا لنقطه الصفر. خلي بالكم كويس قوي من الحق الذي يراد به باطل، خلي بالكم من دي، محدش يتاجر ويعمل نفسه انه بيحب الاهلي عشان يمرر لا اجنده ولا يمرر رساله في اتجاهات اخرى. خلينا في الرياضه وخلينا بنحب نادينا ونلتحم به، وفي ايدنا نرجع ونملى المدرجات ونستمتع كلنا بكره قدم حقيقيه وننهض بمستواه. فاذا كانت الجماهير عندها هذا الوعي وهذا الالتزام وهذا الحرص، يبقى الدور على رابطه الانديه، رابطه الانديه اللي الانديه انتخبتها واوكلت اليها مهمه تنظيم البطوله. البطوله مش خاصه باتحاد الكوره، البطوله مسؤول عنها رابطه الانديه، على الرابطه ان هي تكون شديده الالتزام بما اعلنت عنه. انت اعلنت عن 3000 لكل نادي، مفيش داعي ابدا تدي رساله سلبيه لاي جمهور انه اقل من جمهور اخر. ما تميزش يا سيدي جمهور الاهلي عن اي جمهور نادي تاني، بس كمان ما تبخسش حق جمهور الاهلي وهو الاكثر عددا. وشوف الخلل جاي منين؟ هل جاي حط ايدك على مكان من نظام التسويق التذكره فين؟ هل الخلل جاي من كنترول الدخول والخروج؟ في خلل ما بالظبط، من اين ياتي هذا الخلل؟ واظبط الاداء وظبطه وحقق العداله للجميع. العداله مش تحكيم بس،
العدالة في الرسالة التي تأتي من المدرجات. نتمنى وحنشوفها، أنا متأكد أن في حرص على تحقيق هذا إن شاء الله. وأعتقد أن ده مش هيكرر، لأن شفنا لما الدنيا بتبقى يعني فيها الشفافية الكل بيعيش سعيد وبيعيش هادئ. وإحنا أشدنا بالتحكيم أظن ولا لسه هنشيد؟ هنشيد يعني. لكن انتوا شفتوا حتى مجلس إدارة النادي ما هوش منفصل عن اهتمامات جماهيره وحقوق جماهيره. ينفصل ازاي؟ وشفت الدكتور سعد وهو بيأكد على انه المجلس النهارده في اجتماعه اخذ قرار بمخاطبة رابطة الأندية المحترفة بالعمل على مراعاة تكافؤ الفرص والمساواة بين الأندية في الأعداد المسموح بها. ده جلسة النهارده اللي اتخذ فيها القرار اللي انا بقول لحضراتكم عليه، انه يبقى في حرص على تكافؤ الفرص والعدالة في أعداد الجماهير لدخول المباريات. وما نديش فرصة أستاذ إبراهيم لحد في النص يتاجر بالكلام ده. لأن يعني أنتوا يعني دي فرص، بتدي فرص بيستغلها الطرف المغرض. فخلينا كلنا يعني ننجح منظومة كرة القدم وننجح ولن يحدث نبذل التعصب العدالة. بالظبط. مفيش معيار تاني. هي دي الخلاصة. الشفافية والعدالة. ومش هيبقى في تعصب لان في حرص انا شايف السنه دي لان يعني نشوف عداله سواء في الملعب او في المدرجات. نتمنى ان تنتقل الى الاعلام، ودي يعني ده موضوع غريب جدا لان المفروض تاتي العداله من منابر الاعلام، ولكنها للاسف الشديد معاول يعني ازكاء التعصب من هنا من هذه المساحه الاعلام. للأسف إذا كنا بنطالب بهذه العدالة في مراعاة أعداد الجماهير، فالعدالة كمان كانت في التحكيم. لأول مرة المسابقة يديرها على أو يكون على رأس لجنة الحكام فيها خبير إنجليزي مارك كلاتنبرج. وكان النقطة السلبية اللي اتكلمنا عليها في السنوات اللي فاتت ازدواجية المعايير في الخطأ الواحد. كويس إن احنا بادئين شايفين محاولة لتوحيد المعايير، محاولة لتوحيد المعايير. مؤكد انه الامور هتختلف من حكم لحكم، والقرارات التقديرية هتبقى مختلفة من حكم لحكم، لكن هنفضل باستمرار معنيين ومهتمين بضرورة فرض معايير موحدة على الجميع. الخطأ اللي انت بتصفر عليه هنا هو اللي تصفر عليه الناحية التانية. العلاقة ما بين الصفارة والفار في المباراة دي تكون هي نفس العلاقة. كل الناس توقفت يا استاذ ابراهيم على صحة قرار الطرد، وان كان البعض راى انه جاء متاخرا. ايوه. طيب وانت بتقول هذا الكلام وبتستشهد بلقطات سابقه كان ينبغي ان يطرد فيها طاهر محمد طاهر، نفس الاستوديو التحليلي ما جابش لقطه للوردي، مش اسمه الوردي، وهو نفس العنف ونفس الدخله ونفس اللقطه وما علقش عليها. وهنا يعني لما بقول لك الإعلام يبقى أقصد إن الإعلام من خلال التركيز على لقطة وتجاهل لقطة أخرى. بالظبط يا أستاذ إبراهيم، زي ما الإعلام مثلا يجي يقول لك إيه الجون الهدف الذي أحرزه الزمالك، نتيجة عبقرية تغييرات فيريرا اللي أتاح الفرصة إن لشيكابالا ولعبة فتوح اللي لعبها بالعرض فأخطأها لاعب سموحة أحرزها في مرماه. ونسي الهدف البديع اللي حصد أحسن هدف في الجولة، هدف النادي الأهلي، والمجهود الجماعي اللي اتبذل فيه والمجهود الفردي للتغيير العبقرية اللي محدش جاب سيرتها. يعني فيريرا عبقري عشان نزل شيكابالا فغير النتيجة، ماشي. طيب والراجل اللي جاب لك باك لعبه فرود والناس استغربت، فيفاجئوا ان الفرود ده اللاعب ده يكون صانع هدف بمجهود مش طبيعي من كره ميته يعمل عليها مجهود خارق دون ان يرتكب فاول ويلعبها عشان الوافد الجديد شادي حسين يحرز هدف برضه في تحرك ورقي. لماذا اشدت هنا ولم ترشيد هنا؟ ما ذكرتش العبقرية بقى التغيير والجملة التكتيكية اللي تمت. هنا العدالة يا أستاذ إبراهيم الذي ينبغي أن يأتي من منابر الإعلام. حالة طرد
قلت ان كان لازم يطرد بدري. ما شفتش بتاع الوردي اسمه زكريا الوردي؟ ها عموما اما وانك انت اشرت للعداله في الاداء الاعلامي والاشاده، لا يفوتنا ان احنا نشوف تويته للكابتن خالد بيومي الصديق العزيز اللي كتب: مبروك نصف العالم لرجال الاهلي لكره اليد، باذن الله تعالى بطل العالم، وكل الشكر للجمهور المصري والسعودي، وتحيه تقدير الى الزميل المعلق السعودي، قدم رساله لها معنى كبير. ليس من الشرط ان تكون منتميا لناد، ولكن من الواجب ان تكون منتميا لوطن عربي، لانك اعلامي حقيقي. مبروك لكل جماهير الاهلي. شكرا خالد بيومي. مبروك لخالد بيومي الذي يقدم نموذج للاعلام. ما فيش فرصه بيقدر يدي رساله فيها يعني معنى حقيقي للرياضه الا ما بيقدمها بابسط الكلمات وارقى التعبيرات. شكرا لك يا كابتن خالد، الذي لم تجمعنا مشارب واحده رياضيه، ولكن جمعنا صدق وجمعنا اخلاص لرساله الرياضه. هي دي الامانه وهي دي الرساله، لكن يبقى هناك كلام كثير بعضمة لسان. مجرد بداية اللي حصل في مباراة الأهلي في برج العرب مع الإسماعيلي، مجرد بداية. أداء رائع جدا، أداء هايل أشاد به الكثيرون، وفوز مهم وفي مكاسب كتيرة جدا، لكن تبقى فقط هي مجرد بداية. نقدر نبني عليها، نقدر نستفيد من إيجابياتها، نقدر ناخد بالنا من سلبياتها أولا بأول، نقدر نأكد على الأهم فيها إزاي يفضل جمهور الأهلي في ظهر فرقته. السنة اللي فاتت، الموسم اللي فات، البداية كانت أروع من كده، لكن الآخرين قدروا في النص السكة ياخدوك في سكة تكسير في اللعيبة، تهميد للعيبة، فتنة بين لعيبة، إشاعة بعض الإشاعات داخل الفريق. فتنة بين لعيبة، ده أنت فكرني أكلمك في الحتة دي في منتهى الخطورة. استوديوهات التحليل بتقارن مين أكثر كفاءة بين اتنين من لعيبة النادي الأهلي، محمد شريف ولا شادي؟ هو في فتنه ألعن من كده؟ في فتنه ألعن من كده؟ ويجيب لك ده ويجيب لك ده ويقول لك مين اللي هيلعب؟ يا راجل ده انت حتى ما بتقارنش باتنين لعيبه. وبعدين لما يحب يقارن، ها، يقارن لك بين احمد ياسر ريان وشادي، كلها لعيبه الاهلي وبعض. ولا يقارن مثلا بين الجزيري مثلا وسامسون. هو مين؟ طب ما هو الاثنين لعبوا، واحد جاب جون والتاني ما جابش، ما قارنتش بينهم ليه؟ ايه ده؟ ايه الخبث ده؟ انا بقول الخبساء في 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 نطاق معين، لكن ده كمان لا، ما يبقاش استوديوهات التحليل بتاعنا بهذا الشكل. بجد ما تزهقوناش بقى، لاحسن يعني، واحنا بنبتدي بدايه جميله، بنشيد بتصرفات المسؤولين. ما ياتيش الاعلام وهو يفرق. الكابتن مدحت شلبي يعني عمل حاجه عايز اسقف له عليها. جه قال لك ايه بمناسبه استقاله حسني، كابتن حسني عبد الربو: يا جماعه ايه التقليعه دي؟ العالم كله ما فيش مدير كوره، ايه التقليعه اللي احنا بنعملها دي؟ ليه مدير كوره؟ انا مش قصدي امير مشرف على الكوره. برافو عليك، تاهت الاناهه. وسيد عبد الحفيظ يا سيدي خليه مشرف على الكوره، اعتبره مشرف على الكوره. وكل في ايه يا كابتن مدحت؟ نبقى كابتن مدحت. شيء من العدالة، شيء من العدالة، بلاش الطريقة دي. يعني انت عايز تضرب، طب واحد استقال او هيستقال او هيستقيل، ولا بتضرب الباقي ليه؟ في ايه؟ يقول لك واحنا اللي بيعترض بنشوفهم، اللي بيعترض على حكم، واللي مش عارف بيشاور لايه. والله بس بسرعة طلع أمير من الموضوع. بس بقى مش رد على أمير، أمير ما زعلش مني، مش أنت أستاذ أمير، مش أنت أستاذ أمير، أنت مشرف يا راجل. طيب، ما هي برضه ده يا جماعة في العدالة الغايبة، لأنه هو أنتوا حد اتكلم على إنه سيف الجزيري ولا سامسون الراجل الجديد ده؟ حد اتكلم ده اللي بيلعب التاني فين؟ حد سأل سؤال مين أفضل ليهم؟ حد قال إن ده المفروض يتقال؟ لا، السعيد اسمه ايه اللي سابوه في الزمالك؟ ما هو جاب جون النهارده. عمر السعيد. عمر السعيد. لفيوتشر. حد قارنه باللي موجودين؟ يعني ايه الطريقه؟
وهنا بقى لازم يا كابتن ياسر تكير من اللي هيستدرجوك. كل ما ابنك هيجيب جول انه مع العظيم مهيب الذي يقدم نموذجا في الاعلام الرياضي لازم يستثمروا انه ابنه وجاب جون ومش عارف كل ما شادي حسين هيلمس كوره وبدا يبتلع الطعم. انا شفت الكابتن ياسر هيبلع الطعم. انت جميل وبتحب النادي الاهلي وابنك مش بعيد عن النادي الاهلي، والا النادي الاهلي ما كانش حط شرط ان انا اقدر اخده استرده بمبلغ محدد اكنه اشترى شادي لانه خد شادي وادالهم احمد. ايوه فهو دلوقتي كان اشترى شادي من الاساس بالاضافه الى احمد. احنا عايزين احمد يتالق، لكن اذا كنت هتفضل كده كل ما يحصل حاجه تدخلنا بقى في المقارنات دي على الاقل ولادنا خلي بالهم. ياسر انت راجل بتعشق النادي الاهلي انا اعلم، وعلى يدي ما حدش يشربك الطعم ده. الحقيقه فكره المقارنات يا جماعه على قد ما فيها من مش عايز اقول لفظ برضه مش في مكانه، لكن هي حرص باستمرار عند الكابتن سيف زاهر. مين احسن ده ولا ده؟ المساله بين الافراد والقدرات ما هياش كده خالص. مش هقدر اقول مين احسن، جايب محللين مين احسن، احمد شوبير ولا سيف زاهر؟ يعني مش اكيد الكابتن سيف مش هيقبل المقارنه لانه ده في سنه وده غير سنه، ده في خلفيه رياضيه وده غير خلفيته. ودي مقارنه برضه صح كده يا استاذ ابراهيم؟ ايه ما لا دي قارنه، انت هتيجي تقول الخطيب ومش عارف ومين. طب ده بيتقال مين احسن لاعب في تاريخ الكوره، بتقارن بين الدزوي وبين لا المقارنه يكون مع يعني مع الليفل يعني طبعا يعني ما انا بكلمك على خرق المعايير، على انه مفترض انه ما يبقاش فيه مقارنه. وليه ما استمتعش بسيف واستمتع بالكابتن احمد واستمتع ده له اداؤه وده له اداؤه، ده له طريقته وده له طريقته، ده له اسلوبه وده له اسلوبه، ده عنده علاقات وده عنده علاقات، ده عنده حسابات وده عنده حسابات بين كل الناس، مش الاثنين دول تحديدا. بس انا انت بتقع بين اخواتي يا استاذ ابراهيم، ده اخطر حاجه. يعني لما تيجي تسال مين اخين، هو مين اذكى، مين اشطر، مين احسن، يعني عايز توصل لايه؟ الرساله عايز توصل لايه؟ انه يعني يغيروا من بعض يعني، او واحد بيتظلم على حساب التاني؟ ايه الرساله؟ يعني الاهلي لعب ماتش واحد في الدوري يا جماعه، ماتش واحد في الدوري زيه زي غيره. يبقى السؤال من الكابتن سيف للاستاذ حسن المستكاوي، هو شادي ولا شريف؟ طب ده ليه؟ ده جاب محللين. نسمعه محمد شريف وشادي. شادي محمد شريف يبحث عن ذاته او الراجل على قناعه بيه فبيفوقه، لان السيناريو بيتكرر على طول، فمحمد شريف ثم لا شادي. بس في فرق بين الاثنين. تمام، يعني ده له دور وطريقه اداء في اوقات من المباراه، وشادي له دور وطريقه اداء في الوقت الثاني من المباراه. الاثنين مش زي بعض، يعني الاثنين مختلفين. بس انا ليه قلت لك شادي؟ لان شادي انتاجه حتى الان اكثر ايجابيه من محمد شريف. ممكن اعرف الفرق بينهم؟ شوف مساحه حركه شادي شكلها ايه. شادي بيتحرك في 30 متر او الاخرانيين، يعني سواء جوه الصندوق او بره الصندوق. طيب شادي بيستلم، حتى لو استلم بظهره بيلف ودريبلر، ممكن يرقص ويفوت ويستخدم المهارة دي. شريف ما بيفوتش إلا في مساحة. صح. يعني إيه؟ يعني لازم تبقى حتى لو مش سبرنت بيعمله، لو هو واحد على واحد لازم يفوت من واسع، يعني يرمي الكرة ويجري ويعتمد على سرعته. بس أنا حضرتك أعتقد أن تقييمه على الاثنين أن هم 9، يعني الاثنين بيلعبوا في البوكس. أيوة ما فهيقيم على الإنتاجية. يعني أيوة طبعا. يعني شريف بقاله اكتر من ماتش جاله عدد كبير جدا ولم يحرز اهداف. ايوه شادي اللي بتجيله يا هدف زي النهارده يا واحده مؤثرة بتوصل طبعًا. خطوره طبعًا. بشكل طبعًا. كبير طبعا طبعا. وعشان كده يعني هنا بقى انا قلت لك الانتاج بتاع، قلت لك لما تقول لي شادي ولا شريف، قلت لك اجابتي كانت شادي على الانتاجيه. الانتاج في المحصله ايه، لكن ده له طريقة أداء وأسلوب أداء، وده ليه طريقة أداء وأسلوب أداء، والراجل بيحاول يستفيد من الاثنين، من الأداء بتاع الاثنين اللي مختلف ما بين الاثنين تماما. هو كابتن أو الأستاذ حسن المستكاوي قد أجاب في سياق الكلام، ما كنتش أتمنى إن يبقى في كونكلوجن يعني يقول فلان، لكن قال ده له أسلوب وده له أسلوب.
ده بيلعب بطريقه وده بيلعب بطريقه، وكلاهما مهم، وده له وقت وده له تنظيم وده له وقت وده له مباريات وده له مباريات، وده بيتالق وده باذن الله يتالق. محتاجين للاثنين. كفى من فضلكم هذا الاسلوب. وعايز تقارن استنى 5 6 اسابيع وبقارن بين لعيب في نادي مع اخر في نادي منافس. انما تقارن اخوات ببعضيهم هنقول لك لا يمكن تكون نيتك سليمه. مستحيل تكون نيتك سليمه وانت بتقول لاخين بتجيب عمهم يقول مين اللي احسن فيهم. هذا كلام لا ستوب ما يصح. وايه؟ وعمال يدي تفاصيل وفي الالتحام وفي المراوغه وفي الفعاليه وفي في ايه يا كابتن سيف؟ لا كابتن سيف من فضلك، اتفقنا كثيرا واختلفنا احيانا، لكن هذه المره خلاف خلاف منهجي منهجي. ده مش ممكن يكون اسلوب نقد ولا اعلام. والا هو لا يسال الا عن لعيبه الاهلي فقط. ايه ده؟ انا قلت لكم ما هو الزمالك عنده فرويدين بنفس الحاله. وليه؟ الاثنين لعبوا في الماتش. ايه السؤال عايز توصل منه لايه؟ عايز توصل من السؤال ده لايه؟ ما تقوليش انا اهلاوي وانا مش يا سيدي خلينا نعمل الطيب. بلاش الشغل اللي هو ما قد تكون حسن النيه، ماشي. هيبان حسن نيتك اذا اصريت على الطريقه دي، هشيل حسن النيه. تسالت على مهيب. سالت على مهيب مع ياسر ريان. ما سالتش، انا بقول لك يا رب موجوده نشوفه والنبي وريها لنا نشوفه. 90% من اللعيبه اللي موجوده في الملعب انت مثبتها. واللعيبه اللي بينزلها الشوط الثاني خلاص بقى البديل هو يعني ده. يعني خلاص انت ما بين حمدي فتحي وعمرو السوليه، ما بين محمد شريف وشادي حسين تمام يعني، لكن الاربعه اللي وراهم ثابتين معلول واكرم توفيق وعبد المنعم ومتولي خلاص. بس ده مهم. ايوه ده ثبات. انت تثبت خط الدفاع مع حارس المرمى بقى ثبات. هل هيرتضي حسين الشحات بجلوسه على دكه؟ مفيش اي حد، مش حسين ولا غير حسين، مفيش اي حد هيرتضي. كل اللعيبه اللي انت قلتهم دول مهيب لعيبه نجوم كبار وتقال ان هم اساس النادي الاهلي. قفشه، حسين الشحات، عمرو رامي. جايز دي طريقه للراجل للضغط على اللعيبه دي عشان تشتغل اكتر وتدي اكتر الدوري طبعا ترجع. نفس السؤال هل هيرتضي حسين الشحات؟ هيرتضي طبعا. ما عنده حل تاني؟ الحل التاني اللي هو الحل التاني لو هو شايف الوضع هيستمر. لا انا في فتره يناير خلاص قربت. لو انت يعني برضو ما انا بقول لك اهو، خلي بالك انا متوقع فتره يناير لا في لعيبه ولا اسماء كبيره ممكن تخرج من النادي الاهلي. على حسب زي ما يعني تدينيش يعني حسين الشحات لو فضل الحال على كده ممكن برضو يطلب يمشي. مين تاني؟ رامي ربيع ممكن يمشي. مين تاني؟ ياسر ابراهيم ممكن يمشي. مين عشان تاني؟ عشان اسماء كبيره برضو عايز يبقى لهم تواجد في منتخب مصر. دولت ابرز ثلاثه. ياسر ابراهيم، حسين الشحات، رامي ربيع. ايوه دولت ابرز. والباقي بقى ممكن يقول لك لا انا كده كده موجود وفي النادي الاهلي وباخد فرصه وابقى موجود حتى لو 50 50، لكن دولت هيبقى خلاص هيقول لك انا هقعد ومش هلعب، انا هقعد وبورط. بس انت جبت اثنين من قلب الدفاع، انت جبت ياسر ابراهيم ورامي ربيع. وقال لك حتى قال لك انا معتمد على ايمن اشرف كبديل له، وعندك اكرم توفيق يقدر يؤدي. بس برضه انت محتاج اكتر من لاعب في المركز. ما انا بقول لك اهو، هو هل اللعيبه هيزهق في مركز واحد؟ الموضوع صعب. حلو، مش انا اللي همشي انت على فكره كمدير فني. مش انت اللي ماشي اللعيبه اللي ممكن يطلب اللي عايز يمشي. على فكره الاسئله نفسها سالها الكابتن ياسر وللاسف استدرج فيها واجاب. عايز تقول لي ان ده حسن النيه؟ ده طبعا لا يمكن يكون حسن النيه. يا استاذ مهيب لا يعني ما تخليناش برضو احنا برضو نعرف نرد يعني ونعرف ندافع عن نجومنا. بس للاسف الشديد ما تستدركش ناس كل همك انك توصل لغرضك وان شاء الله على حساب علاقتهم بناديهم زي الكابتن ياسر ريان. ما ينفعش يقعد يسمع الكلام ده ويوافق عليه دون ان يرد. انت راجل مدرب، مفيش حاجة اسمها مين يمشي. وإلا تجيب لي عندك 18 نادي لعب 14 لاعب، عايزك تقارن لي ال 14 لاعب اللي لعبوا في كل المباريات بال 14 اللي قاعدين على الدكة. وبعدين كمان جملة جميلة قوي، مش يقول لك التشكيل اليوم كذا، ده يقول لك المستبعدين. أيوه يعني إيه المستبعدين؟ يعني هو دول كان ممكن ينزلوا وهو استبعدهم؟ يعني إيه؟ يعني ازاي انت عايز تشكل من 30 لعيب او 28 لعيب
وتقول لي المستبعدين يا اخي، حتى لو خدناك بحسن النيه الملف الساعد، ما تختار، ما تقول اختار كذا كذا كذا، قائمه المباراه عايز تقول فلان وفلان لاسباب فنيه وفلان وفلان لاسباب اصابات، ولو اني ما بحبهاش دي، ها برضه فيها، لكن بيان اسباب الغياب ماشي، ولا غياب، ما فيش اسباب. ما انت يا استاذ ابراهيم، في لاعب موقوف، استاذ ابراهيم عنده انذارات، وفي ناس مصابه، وفي ناس راي فني للمدرب، وده حقه يا سيدي. افرض ما فيش حد مصاب، هيحل المشكله دي ازاي؟ ما مره كابتن لطيف قال لهم بعتنا نطلب، دخل اوضه اللبس عايز يعلن، دي حكايه يا جماعه، احكيها لنا والنبي يا استاذ، دي حكايه نفس الحكايه، علم بس الناس، علم الاستاذ مهيب، بص الناس كانت لطيف رد قال ازاي؟ كان الكابتن الجندي الله يرحمه مدرب المنتخب ومسافر اعتقد اوغندا، مسافر دوله افريقيه ومعاه مجموعه، فعلا اي مدرب يحتار يلعب مين؟ اعتقد كان فيها الخطيب وحسن شحاته وفاروق جعفر واسامه خليل ومصعد نور ومختار، بقول لكم تقايل فعلا اي مدرب يحتار يختار مين؟ لما يكون معاه مثلا في حراسه المرمى كرامي وثابت البطل وعادل مأمور. فالكابتن الجندي خلاص يوم المباراه والظهر ومش عارف يختار التشكيل. فالكابتن محمد لطيف رئيس بعثه قال له ايوه يا جندي، طب وبعدين؟ قال له انا مش عارف، ما انا لو قلت فلان التاني هيزعل. قال له طب هات انت عايز مين؟ راح واخد منه ال 11 في ورقه وراح داخل على اللعيبه، قال لهم يا جماعه انا لسه جاي من الاتحاد الاوغندي. حاولت اقنعهم يلعبوا 15 ما رضيوش. وافقوا على دول بس. وراح قايل التشكيل ادي ال 11. ما هو هو بيقول لها له بسخريه عشان يخرج منها. مش يخرج، عشان ينبههم انه مضطر يختار 11. ان انا ما تقعدش تسالني ليه؟ من حقك بعد الماتش بقى تقول هو فلان كان ممكن يأدي احسن بالظبط. لكن الاسلوب ده، ومين اللي هيمشي من اول ماتش؟ مين اللي هيمشي؟ ايه يا راجل؟ يقول لك يناير قربت. ايه يا راجل العظمه دي؟ ياسر بيقول له يناير قربت. ايه فتحه الصدر دي؟ ايه؟ مين ياسر رام بيقول له يناير قربت، رامي ربيعه وفلان وفلان ممكن يمشوا. شفت بقى؟ على اساس ان هم يعني بياخدوا الشنطه ويخرجوا. انا بقى رسالتي لعيبه النادي الاهلي. انتوا فاهمين بيعملوا فيكوا ايه؟ بيهمدوكوا زي السنه اللي فاتت بالظبط، بينزعوا ثقتكم في اجهزتهم الفنيه، بيضربوا اسفين في علاقتكم بالنادي الاهلي لانها الحقيقه في وقت ما نجحت، ولكن والله العظيم ثلاثه لا تنجح الا لما يكون النادي الاهلي القدر بيعمل له عمليه فرز. انا متاكد ان كل دي اللعيبه دي اشترت النادي الاهلي وعارفه ان دورها جاي، والراجل ده هو فاهم بيعمل ايه. الشحات لعيب كل الفرق تشيل همه، رامي ربيعه انهى الموسم ولا اعظم، ياسر عنوان الرجوله والاداء الراقي الجاد امام الجماهير. ما تخليش حد يلعب بعقولكم، ولا شريف ولا شادي ولا مين احسن، اعرفوا ان الناس دي والله لا عايزه مصلحتكم ولا عايزه مصلحه النادي الاهلي. وتاني يا كابتن ياسر تيك كير، اما رسالتي ورسالتك معرفش هتنضم ولا ليه ولا لا، انا قبلك لاي اعلامي هيلجا لهذا الاسلوب، هنفضل نتعقبك ونكشفك ونعرف اغراضك ونقول للناس اغراضك واضحه جدا جدا جدا، لانك لا تفعل هذا مع الاخرين. حمايه الفريق ده مهم جدا، واللي حصل للاهلي الموسمين اللي فاتوا لازم ان وعايز اقول لجمهورنا اوعى جمهورنا ساعات بيعمل كده، ده جمهور ساعات هيقول فلان الفلاني، جمهور المقارنات يا جماعه دي مرفوضه. ما في بالنسبه للعيبه، ما فيش لعيب كبير ولا صغير في الاهلي ما قعدش احتياطي من اول ما اتقال يا كوره، ما فيش لاعب ما يقبلش يقعد احتياطي، هي رؤيه المدرب، وفي النهايه المدرب بيلعب بالتشكيل اللي شايف انسب تشكيل بالنسبه له يحقق افكاره من المباراه واحتياجه منها ورؤيته للمنافس. للاخوه المحللين اللي بيتكلموا عندهم درايه الراجل دماغه فيها ايه، ولا حساباته من المباراه ايه، ولا قرايته للمنافس ايه، كلها حسابات فنيه فقط تخص المدرب وعلى اساسها بيختار اللعيبه. مارسيل كولر عادل بما فيه الكفايه، لدرجه انه حتى التدريب بتاع اللعيبه المستبعدين وهو موجود في برج العرب متابع التمرين اللي في التتش، ومنقول له متصور ومنقول له، وبيقدر يقيس مدى جديه كل لاعب، فتاكدوا انه الراجل عادل جدا، هيدي الفرصه للاعب اللي يستحقها في المباراه اللي تناسبه، لكن مين احتياطي ومين اساسي ده حق اصيل للمدرب.
البهوات اللي بيتكلموا مدربين والمفروض مارسوا ده كلاعيبه وبيمارسوه كمدربين. لا البهوات اللي بيتكلموا دول لو هم يعني عايزين يقولوا يعني ان ده شغل اعلام وده حقنا بتمارسوه مع الاهلي بس لوحده ليه؟ بالظبط مش الاهلي لوحده في الدوري، والله في 18 نادي. في الاهلي وفي 17 نادي. وريني بقى مين هيلعب 28 لاعب في كل مباراه و30 لاعب عشان ما تسالوش الاسئله دي. وطول ما كل الاخوه الزملاء هيسالوا الاهلي بس هنقول لهم لا، لاحظوا ان انتوا بتعانوا من حول اعلامي ظاهر. لا هنتهمهم، لانه ما حدش هنتهمهم على الناحيه الثانيه. هنتهمهم في نواياهم وش كده، ونحذر جمهور النادي الاهلي منهم. وبرضه عايز اقول لجمهور الاهلي، انت تحب حد يجي يقول لك مين اذكى من ولادك، ولا يسال وهو قاعد هو مين اذكى من مين؟ طب انت بتحب مين اكتر من مين؟ هل ده يليق؟ هل دي تربيه؟ هل دي حاجه تفيد الاولاد؟ اذا كان الاجابه اه كملوا، لكن اذا كانت الاجابه لا يبقى نطلع لفاصل. ما تخافش على الاهلي طول ما جمهوره في ظهره، لانه جمهوره ده حماه. ولما تبص علاقه جمهور الاهلي بالاهلي هتلاقوه حماه وحماه، هو الحمى بتاعه، هو الحمى، هو السند، هو الظهر، وحماه بالفعل كفعل، وما زال يحميه وهيفضل يحميه طول ما النادي الاهلي بهذه القيمه وهذا الحرص على الاداء الرياضي النقي السليم وخدمه بلده وخدمه جمهوره واسعاد اعضائه. تعرف المتغير الكبير انه شاف ان النادي اخذ بالاسباب وحاول يسعده في كل الالعاب، لم يقصر ولم يبخل. انت في السله الحمد لله ماشي كويس جدا، اللي حصل في الكويت اعتقد يعني الكتف اللي حصل والضربه هي ديت اللي ضيعت على الاهلي البطوله العربيه، لكن درس كان مهم واعتقد اوجست بوش ادرك ده تماما. ولام اللعيبه قال لك احنا وقعنا في اخطاء في المباراه ما كانش يصح تحصل مننا، حتى هو بيتكلم على التحكيم. مارسيل كولر ايضا اختيار حتى الان الناس مبسوطه منه بعد هذا الفوز اللي انا بقول لكم هو مجرد بدايه على الاسماعيلي. الراجل اتكلم بوضوح، نسمعه. دايما اي ماتش في بدايه الدوري دايما الواحد بيبقى عايز يبدا بدايه كويسه. Gerade auch für uns, also uns als Trainerteam, wir kennen die Liga noch nicht so genau. لسه ما نعرفش الدوري المصري كويس. Welche Mannschaften, ما نعرفش مستويات الفرق وازاي الفرق بتلعب. Und ich glaube, wir haben uns trotzdem gut vorbereitet. لكن اعتقد ان احنا جهزنا الماتش كويس. Und es war jetzt von unserer Seite her natürlich, wir haben mehr Ballbesitz gehabt. طبعا من ناحيتنا احنا كان امتلاك الكوره بتاعنا كان اكتر، كان عندنا فرص اكتر بكتير من المنافس. Aber noch zu wenig Tore geschossen. لكن ما احرزناش اهداف بعدد كافي. Es war dann auch ein Geduldsspiel, weil لان ده ماتش عايز صبر. Ismaili auch dann schon auch die eine oder andere Aktion nach vorne gut لان الاسماعيلي كان برضه فريق قوي وبيحاول ليه فرص على المرمى وبيحاول على المرمى. Und dementsprechend, glaube ich, ist der Sieg verdient. لكن اعتقد ان الفوز فوز مستحق جدا. Auch wenn er knapp ausgefallen ist. حتى لو النتيجه تبدو ان هي ضيقه او قريبه. Ja, ist natürlich schwierig. Also, صعب طبعا ان انا so wie ich mitbekommen habe, sind اخذ انطباع في الاول كده بعد الماتش. لكن انا اللي عرفته ان ماتشات الاسماعيلي دايما بتبقى ماتشات ليها درجه معينه من الصعوبه او اصعب، وان دايما فيها منافسه عاليه، وان الاسماعيلي بيلعب دايما قدام الاهلي ماتشات قويه. Und sie waren dementsprechend auch sehr motiviert. Und da kann واضح جدا ان هم كان عندهم دوافع كبيره جدا في الماتش. Gutes Spiel gezeigt und es war schwierig يعني لعبوا لعب كويس، يعني ماتش كويس، وده صعبوا علينا المباراه. Aber wir haben schlussendlich den Sieg geholt, den wir لكن في الاخر في النهايه احنا حصلنا على الفوز اللي احنا كنا عايزينه من البدايه. Ja, das ist natürlich Training, das ist Sicherheit. ده موضوع تمرين ومحتاج ثقه. Und schlussendlich auch natürlich Siege, wenn du Siege holst. وبرضه مكسب. كل ما الواحد بيكسب ده بيعلي ثقه اللعيبه في نفسها وبيساعد على انهاء المشكله دي. Diese Sicherheit, die versuchen wir im Training natürlich. الثقه دي بنحاول ان احنا بنتمرن عليها في التمرين كل يوم. Und da sind wir dran, aber واحنا شغالين على ده. Ja, wir müssen noch mehr arbeiten, müssen noch mehr tun. محتاجين لسه شغل كتير، محتاجين ثقة كتير، محتاجين تمرين كتير عشان احنا نقدر نحول كل الفرص اللي بتجيلنا دي لأهداف. Da haben wir zu viele vergeben. لكن احنا فعلا بنضيع ضيعنا جوان كتير النهارده. Ja, er hat im Training gezeigt, dass er sehr schnell ist. كريم أظهر في التمرين ان هو لعيب سريع جدا.
لما اشوف ان لما المنافس بيطلع لقدام كتير وفي مساحات كتير وراه فانا اقدر العب على السرعات. Die Auswechslung ist voll aufgegangen. Er hat das Tor vorbereitet und طبعا التغيير يعتبر ناجح جدا لان لعيب عمل هو اللي صنع الفرصه واللي نزل برضه هو اللي احرز الهدف فده اكبر دليل على ان التغييرات موفقه. Ja, also das sind natürlich viele Faktoren. في عناصر كتير جدا. Knapp, also ja, wo sind wir schon? Eineinhalb oder fünf Wochen, ja, also noch nicht mal zwei Monate hier. ما بقالناش حتى شهرين هنا، احنا بقالي تقريبا خمس اسابيع. Ich glaube, es ist auch schwierig mit Europa zu vergleichen. صعب جدا ان احنا نقارن الكوره هنا بالكوره في اوروبا. الملاعب طبعا مش مشابهه. In Europa viel härter. الملاعب في اوروبا بتبقى مستويه اكتر فده بيساعد على ان الكور تمشي بطريقه مختلفه. Hier weicher. كمان النجيله نفسها هنا بتبقى طريقه شويه عن اوروبا فالكره ما بتمشيش بنفس السرعه اللي بتمشي عليها في اوروبا وده بيبقى اصعب للاعيب عامه وده احنا بنتمرن عليه كل يوم واحنا بنحاول ان احنا المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه نحسنها ان احنا نلعب مع بعض تبادل التمريرات كل ده بنشتغل عليه كل يوم بنتمرن كتير بالكوره عشان نقدر نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه لكن ده مستحيل يتغير في يوم وليله اي تطور بيحتاج وقت جدول الدوري ده مش مسؤوليتي ومش مش الواجب بتاعي. راجل نفسه هادي الدنيا واضحه قدامه عشان كده اجاباته واضحه ومركزه. انا ما بقاليش كتير انا وجهازي الفني الامكانيات حتى بالملاعب مش احسن حاجه لانها ناشفه فبتخلي الكرة بطيئة. أنا لما لعبت كريم لأنه سريع وأنا لاحظت إن اللاعب المواجه له بيتقدم فمحتاج لمباغتة وهجمة مرتدة وقال إن التغييرة بتبقى صحيح أهو أدي اللعبة قتال هايل جدا وأخر نفسه خطوة ونص شادي عشان يقدر يستقبلها ويسهل زاوية التمرير على زميله فأحرز هدف يبدو سهل لكن هو صعوبته في توقعه في طريقة التنفيذ و اللي كانت بأبسط الطرق وأسرع الطرق. الراجل ده بيروح للأمور يا أستاذ إبراهيم وفي حاجة كنت طول عمري السنة اللي فاتت شايفها أحد عيوب النادي الأهلي لما كان بيعملها بس ما كانش بيعملها بانتظام. اساليب الضغط واسترجاع الكوره انك ترجع الكوره لما تفقدها ما بسرعه تجيبها. الاسماعيلي يا جماعه مش ده الاسماعيلي بتاع السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها. فريق قوي مليء بالنجوم والمواهب وهتشوفوه وكيف سوف تعاني منه الفرق المنافسه. الاهلي خاض هذه المباراه امام واحد من اصعب الفرق في الدوري كونه عدي بيها بهذه الجداره. الجداره يعني ايه؟ صاحب الفرص الاكثر، صاحب الاستحواذ الاكثر بس مش كاسح يعني ودي نتيجه ان في مهارات كتيره في الملعب في الفرقتين. ايوه. لكن ده اللي كنت بقوله نفس التغييره كانت عبقريه في الزمالك وغير عبقريه ولم تقف امام احد. دي العداله اللي انا كنت عايز يعني كان نفسي المحللين يقولوا الكلام اللي قاله كولر قبل ما يقولوا هين كريم في الحتة دي استغربنا لكن يبدو انه وإلا يبقى انت بتقرأ ايه انه اسرع وعنده قتال. هذه المسين دول ادوا انه يقدر يستحوذ على الكورة ويلعبها وشادي كذا بدل ما نقول شادي ولا شريف على فكرة شريف كان هيتصرف بالطريقة دي برضه هيرجع الخطوة دي يحطها في الجون الفاضي وشادي ممكن كان لو طلع في الكورة اللي بالهيد بتاع الشريف كان يقدر يسيطر عليها أكتر. كل واحد عنده ميزة والأهلي محتاج ده ومحتاج ده وهذا التنوع هو اللي هيدي النادي الأهلي قوته واستمراريته بإذن الله. طيب الحقيقة النقطة التانية اللي الراجل وقف عندها أو نقطتين هو راجل محدد جدا وعارف يعني ضوابط عمله إيه. لما سئل على جدول الدوري قال لهم لا ده مش شأني مش بتاعي
وده قمه الالتزام. هيتعامل مع اللي بياخده. انا راجل فني ماليش علاقه باللي انت بتقوله. لما اتكلم على ازمه الملاعب والنجيله الحقيقه هي مشكله حقيقيه. اتكلم عليها كمان الزميل محمد شبانه نشوف. عايز المحللين والاعلام ولاعيبه الكوره والمدربين والمنظومه واتحاد الكوره وكل الناس تهتم بالتصريح اللي قاله مارسيل كولر ده. قال لك انا هنا منذ 5 أسابيع. صعب جدا اقارن بين الكره هنا والكره في اوروبا. ليه بقى؟ قال لك الكره هنا الملاعب مختلفه، الكره ما بتمشيش بنفس السرعه زي ملاعب اوروبا. طب احنا ملاعب مختلفه ليه؟ يعني انا عايز اعرف مين مهموم بالتفاصيل دي اللي هي بتطور الكره جدا. يعني ليه الملاعب مختلفه عندنا؟ يعني هل النجيله فيها حاجه؟ يعني هل النجيله دي اللي بيبقى مسؤول عنها الناس اللي بتدير الملعب، ولا في لجان متخصصه في الوزاره، ولا اتحاد الكوره ليه دور، ولا رابط الانديه ليها دور، ولا الناس دي كل الاستادات دي بتجيب نجيله زي اللي موجوده مثلا في استادات اوروبا؟ انا ما اعرفش. الراجل قال لك الملعب مختلف، وكلمه الملعب مختلف اكيد ما يقصدش الاضاءه والمدرج، يعني يقصد النجيله بتاعت الملعب اكيد يعني. وقال لك ان الكوره ما بتمشيش بنفس السرعه، في عندنا حاجه، عندنا اللعيب عنده قابليه السرعه انه يلعب لعب سريع، لكن لا الكره مساعداه ولا الملعب مساعده ولا الاجواء في الملعب مساعداه. هو شاف دي نقطه يعني صعبه، وعلى فكره فيتوريا لمح ليها وطلب ان الملاعب تترش لدرجه ان رش الملاعب بقى اجبار. جزء من ان انت توصل لمستوى اعلى انك تبقى الملاعب بتاعتك مجهزه ومهيئه لده. فالراجل بيعترف بيقول لك ما تقارنوش باوروبا. مش لان اللعيب بتاعك وحش اقل، ولا عشان الاداره بتاعتكم اقل، انت عندكم شويه ديفوهات تما نحلها. شوف التفاصيل الرفيعه دي لما جوسيه جه لو تذكر هو اول واحد نبه ان عايزين نرش الملاعب، وابتدوا يقولوا ايه ده عشان يعاكس المنافسين، وكان في منافسين بيرفضوا هذا الكلام، ما تنبهوش الى التفصيله الفنيه دي. وهو لما الراجل المدرب المنتخب ما قال لك رش الملاعب كقرار ملزم عشان سرعه الكوره، المدهش يا استاذ ابراهيم ان احنا بنصرف عشرات الملايين كل سنه، ده الاستاد بيتصرف عليه ملايين كل سنه، بس نروح لنفس الاصناف من النجيل وبنفس الاسلوب لنفس الاشخاص بالاحلال وعايز نتيجه مختلفه. ما هو انت العالم كله العلم، انا راجل يعني مهندس زراعه واخويا دكتور في زراعه ملعبك بقى فما لا نجيلك كل يوم والتاني فيه بيستنبطوا اصناف بتساعد على لعب الكوره. ده النجيله الصناعيه تطورت الى درجه انها اقتربت كثيرا من النجيل الطبيعي. فالعلم لازم يحكم المساله، مش احنا بنقول ملعب كويس ولا وحش من المطبات بس. ايوه لكن الارض ناشفه، الارض سريعه، الارض بطيئه، الملعب ضيق، الملعب واسع، قصه عايشينها كاننا لسه بندخل كره القدم في مصر. فارجو زي الاستاذ محمد شبانه ما قال ننتبه وبجمله المصاريف نصلح الملاعب بتاعتنا يعني. الحقيقه ده لان بص انت بتلعب بتروح بره بقى تلعب على الملاعب النظيفه دي اذا كانت موجوده في افريقيا، لكن لما بتلعب في كاس العالم مثلا بتلعب على ملاعب نظيف صحيح. ادائك بي بي بيقع أيوة. لان السرعات بتيجي تبص الكره تلاقي نفسك الكره اسرع منك. على فكره حتى فييرا قال تعليق لازم نتخف قدامه، قال لك ان المناخ الكروي وظروف الكره المصريه مش بجوده اللاعب. قال لك تصير العمل البشري بتاعك احسن، قال لك اللاعب احسن من كده، اللاعب جيد لكن انت مش مساعده انك تاخد بجودته، تطلع منه احسن حاجه. وده بيقول لك ما هو لعبتنا لما بتطلع بره بتنجح اكتر ليه؟ ان تريزيجيه يعني حتى مصطفى محمد كلهم ناجحين. ايوه كلهم ناجحين بره. العنصر البشري بتاعك كويس، عايز يستخدم كويس، عايز مناخ، عايز ملعب احسن، عايز طريقه باصه احسن، عايز تدريب احسن، عايز تغذيه افضل، عايز رعايه طبيه افضل، عايز رعايه ذهنيه تفهمه الصح من الغلط بطريقه محترفه. واللي بيتعلم بيكمل، واللي ما بيتعلمش بيخلص على نفسه. طيب الحقيقه مستوى الاداء بتاع الفريق قدام الاسماعيلي اسعد الناس كلها.
كل اللي بيحب الاهلي ويتفرج اطمن. كان واحد منهم الكابتن عماد متعب اللي شاف في الجيل ده حاجه فكرته بشيء. نشوفه. كلمه قلتها لي، قلت لي الريتم بتاع النادي الاهلي لم يهدأ من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره. بالظبط يعني. وقلت لي بيفكرك بايام سرمان الجوزيه الريتم ده. لان كان وقتها كان الريتمين عالي جدا. كان يعني فكره الاستلام والتسلم من غير كوره واللمسه الواحده والتحرك في المساحات والضغط العالي ده كان موجود في النادي الاهلي النهارده. صراحه كمان الاسماعيلي ساعد على ده، لان النادي الاسماعيلي عمل المباراه جيد طبعا صراحه يعني. فالمباراه ممتعه، مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي لو لعب بالريتم ده على مدار الموسم على ما اعتقد. هل هناك ما يمنع انه يكمل بالريتم ده على طول؟ لا خالص. الريتم ده الاصابات هي الحاجه الوحيده. الاصابات وان اللعيبه تحافظ على مستواها. والميزه كابتن شوبير المنافسه اللي موجوده هي اللي تخلي اللعيبه تحافظ على المستوى. صحيح. لان اللعيبه اللي بره بنفس كفاءه اللعيبه اللي في الملعب. فعلى ما اعتقد النادي الاهلي عمل مباراه جيده، مباراه فيها ضغط عالي، مباراه فيها استحواذ. مباراه فيها فيها فرص، مباراه فيها جمل تكتيكيه واضحه يعني. هدف النادي الاهلي النهارده اتكررت النهارده. من محمد شريف، وتكررت في المباراه اللي فاتت مرتين مع محمد شريف، بتتكرر فجمله. بيتعاملوا النادي الاهلي متمرن عليها. شادي حسين النهارده انا عايز حضرتك لو جابوا الهدف تركز بس في خطوتين خدهم. الاستلام كريم فؤاد طبعا من اكرم. بص شادي حسين ايوه ده اللي انت دايما بتقول عليه. الخطوتين اللي خدهم هو كان رايح كان لازم مدافع الاسماعيلي. مره واحده بقى فرق خطوتين. صحيح. في ثانيه الكره جول. هو الخطوات دي هي الجول. ده دي تحركات المهاجم. بص يا كابتن هنا خلاص. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. الجول اتفتح بالنسبه له 180 درجه. لو فضل واقف مكانه مش هيعمل حاجه، مش هيعرف يجيبها والباك هياخدها. فانا بقول ليه المهاجم تحركاته بتختلف هنا بس. خلص. طيب كابتن عماد ذكر مجموعه من الامور اللي طمنته، انه بنلعب على وتيره واحده من اول ماتش لاخرها، السرعه، الريتم، الايقاع، الجمل اللي بقت بتتنفذ، الضغط البصري، كفاءه اللعيبه، ودي اللي بترد بقى على البهوات اللي بيعملوا مقارنات الله اعلم بنواياها. لما قال لك الميزه كمان ان الجوده اللاعب اللي مش في الملعب زي اللي في الملعب ويمكن ساعات احسن. والاهلي محتاجهم كلهم. الكلام ده هو اللي يعنينا، لان ده راجل يعني اشار الى حقبه هو عاشها ومارسها، فقادر يشوف في الملعب اللي كان بيعمله في الملعب هو. دي نقطه مهمه جدا. مش عايزين طبعا الدنيا تاخدنا عشان ما نرجعش مع اول تعادل نقول اديك مش عارف. لا احنا بنتكلم على بنتكلم على الاخذ بالاسباب، على المنظر اللي شايفينه. وهناك دائما هيبقى توفيق انك تستغل الفرص. جزء من استغلال الفرص شخصيه وتدريب، وجزء توفيق. لان انت ماتش الزمالك مثلا، سموحه من 6 يارد الراجل بيحط الكره في العارضه. انا عايز اقول لك على حاجه في ماتش الزمالك، يعني الاعلام طلع النهارده كله عمال يشيد بفوز الزمالك وانه حامل اللقب والراجل فيريرا نفسه بعد المباراه قال لك اللعب وحش. ما حدش قال ان اداء الزمالك كان احسن حاجه، وكلهم اشادوا بسموحه، ولكن احنا مش مجال ان احنا نقول. لكن الزمالك كسب بجداره في الاخر ان هو جاب جولين. بص يا استاذ ابراهيم، ليه كسب الزمالك؟ لان عنده لعيبه بتعرف تخلص. يعني هتقول لي بتخلص، الراجل حاطط كوره في نفسه، لكن ما هو انت التحرك بتاع كابتن شيكابالا لعيبه بالعرض لو جلت من المدافع كان يقدر المهاجم اللي وراه يحطها. حاجات كده زي من النوع ده، فكره الضغط وشخصيه اللعيب. هو انا لما اكون راجل مدافع، دي اتكررت في ماتشين، مره الجون عادي رقص فتتحط في جون في ماتش سيراميكا، ومره المدافع بتاع سموحه عايز يرقص او يمشي بالعرض فيديها للمهاجم عشان يجيبها جول. هذه الاخطاء المتكرره يعني ما تحصلش كتير فاركو. في فاركو ما تحصلش في الفرق اللي عندها شخصيه الفوز والبطوله كتير. يعني السنه اللي فاتت لما حصلت فاكرينها كلها في ماتش سموحه، ازاي خسرنا سموحه باخطاء مباشره كده. وفي ماتش الزمالك ازاي اتعادلنا، وكان لو كسبناه كان ادانا الدوري بخطا زي كده، كوره بتاعت علي معلول، وقبليها السنه اللي قبليها الكوره بتاعت شناوي، تجد كوره تفضل معلمها معاك طول عمرك. بس مش هو ده الشخصيه بتاعت الفرقه بتاعتك. عشان كده انت الفرقه الكبيره تسترد شخصيتها بسرعه.
كابتن عماد لمس على نقط مهمة جدا بتقول إن في حاجة بتحصل، يا رب تكمل. طيب المنظومة الدفاعية للفريق الحقيقة متماسكة وجيدة جدا، واختيار مستر كولر لقلبي الدفاع عبد المنعم ومتولي الاثنين للمباراة الثالثة على التوالي عن المباراتين الأفريقيتين ومباراة الإسماعيلي، إيه سببها؟ نشوف رأي الكابتن عماد متعب. هل وجود محمود متولي في الملعب بيدينا شوية جزء من فلسفة وطريقة لعب كولر، وأنه موجود هنا لهدف معين، هو تكتيك معين عايز يطبقه في الملعب؟ طبعا مليون في المية. محمود متولي واحد من افضل اللعيبه اللي ممكن تلعب في المركز ده، لكن كان حظه وحش وظروفه كانت صعبه جدا، الاصابات ما كانش محظوظ. لكن لو بصينا لرؤيه المدير الفني وفلسفته وطريقه لعبه، انه عايز يلعب متولي ومحمد عبد المنعم الاثنين لعيبه كوره، عايز يبدا الهجمه من تحت، عايز الكوره تطلع سليمه. ده مش معناه ان رامي وياسر وايمن في لا، بس مع بالظبط، لكن محمود طويل قوي يعني بالظبط، كله هيلعب، كله هيشارك، كله هيلعب، لكن الفكره كلها ان فلسفه الراجل عايز يبدا من تحت، محمود متولي بيعمله ده، بينفذ له ده، وعبد المنعم نفس القصه بيقدر ينفذ ده، فالفكره كلها ان هو عايز يطلع بالكره، يطلع يبدا بهجمات منظمه. كل مباراه طبعا ليها ظروفها وليها نوعيه اللعيب اللي يناسبها، لكن لما يكون انت بتلعب فرقه بتلعب كوره بالذات بيبقى عايز فرقتك تلعب كوره معاه، تمسك كوره معاه. لما يبقى لعيبتك عندها المنافس بتاعك عنده عدائين ولاعيبه فيها باور، عايز لعيب سريع وعنده باور. هو جزم ان دي فلسفه مستر كولر، انه يلعب الكوره من تحت، ودي فلسفه يتمناها معظم المدربين. احيانا بتنطوي على مخاطره، لان ماسك الكوره والهدوء الزايد ساعات بيتسبب في اخطاء، لكن لما بيكون الفرقه مدربه صح واللاعب برضه مش عايز يزودها وعارف امتى يستخدم المهاره وامتى قد يلجا الى انه يلعب بشكل مباشر، ده ذكاء اللعيب بقى اللي بيخليه يتحط في حته لوحده. الحقيقه يعني اذا كان بيلعب عبد المنعم ومتولي، الاهلي عنده وفره عدديه مميزه جدا في الحته دي، يعني خدوا بالكم اللي ما بيلعبوش، ما هو ايمن اشرف احتياطي، والراجل تفكيره في ايمن اشرف انه احتياطي في الباك الشمال لعلي معلول واحتياطي في السيرد باك، وعنده ياسر ابراهيم، وتكلم مع ياسر وتكلم مع ايمن اشرف، تكلم مع رامي ربيعه، وعندك محمد مغربي الصاعد اللي رجع، وعندك عبد الرحمن رشدان اللي الصفقه الجديده جاي، وعندك شرقيه، فانت عندك ما شاء الله مجموعه كبيره جدا بدلاء في المكان ده، لكن قدرته على اكتشاف اللاعب متعدد المراكز دي مسألة عبقرية. محدش كتير كان يتوقع انه لو لاعب كريم فؤاد هيلعبه في الحتة دي، حتى الكابتن احمد حسن اندهش هو الاخر. هو واضح زي ما احنا اتكلمنا ان في فلسفة دلوقتي، الفلسفة بتاعته ان هو راجل عايز يبدأ من تحت. نعم. يعني لو احنا بدأنا من تحت خالص، خلاص احنا هنا طبعا زي ما هنا طبعا كريم فؤاد التغييره الغريبه بس مؤثره جدا، يعني كانت تغييره غريبه كلنا جدا استغربنا جدا ان 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 يكون على حساب احمد عبد القادر، انما هو المدرب شايف، هو المدرب شايف وجهه نظر. نعم. تغييره كلنا اكيد شايفينها ان غريبه، لان الطبيعي كل حسين الشحات بالظبط، انما 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 انا شايف كريم فؤاد ادى الوقت اللي هو نزل فيه ادى بشكل جيد جدا، كان مؤثر في اكتر من هجمه عملها بشكل جيد، وكمان عنده تحولات، يعني بيقدر يشتغل شمال، يقدر يشتغل يمين، فكلها تغييرات طبعا مميزه بالنسبه للنادي الاهلي. انما زي ما انت قلت التحضير مهم بالنسبه للراجل. نعم. الحاجه الثانيه اللي عاجبني في النادي الاهلي ان الباصات مش كلها باصات عرضيه. نعم. يعني لما نيجي نشوف الهدف من الاول خالص، انا يعني الباصات اللي هي الباص الطولي ده اللي هو قفشه استلم في ظهر الناس، ده بس خلاص بيوصلك بسرعه. نعم. يعني انما في وقت من الوقت ممكن تبدا تنقل تحضر لحد ما الخصم بيبدا يرجع. انما الباص اللي هو بيبقى ال 30 متر ده خلاص انت ضربت على الاقل اربع خمس لعيبه. نعم. فده بيبقى الباص المؤثر. طيب خلاص نفس الكلام، الاشاده بفكره انه شاف حاجه معينه ما حدش كان شايفها، في انه يقدر يحط كريم في الحته دي في التوقيت ده، وربنا وفقه انه كريم ترجم له ده بـ 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 بانجح طريقه، السرعه والقوه والتاكلينج والهدوء، جابوا جون مؤثر الاثنين اللي نزلوا ده. الراجل اللي قال
على التغييرات. وانت قلت لي واحنا بنتناقش برضو الراجل قدامي ده مش سهل، قال لي تفتكر خدعه مانو جوسيه بدفع برضا شحاته ناحيه اليمين في الحته دي، في الحته في نفس المكان ده اللي فاجئ الزمالك وشكل خطوره وجاب جون واضاع هدف اسهل منه وصنع هدف. احيانا المدربين اللي بيبقوا ليهم طعم كده وعندهم فلسفه خدوا منهم واسالوا بعدين. بعدين دي اللي هي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مع كل هذه الاشادات يبقى التاكيد مننا دايما ان دي مجرد بدايه ايجابيه جدا فيها مكاسب كثيره. احنا بنقف عند المكاسب دي لانه هو ده الاساس اللي انت هتبني عليه. وعلى فكره من اهم مكاسب هذه المباراه اللي قالها الكابتن احمد شوبير. مباراه امتازت بالروح الرياضيه الرائعه قالها الى الحقيقه. يعني جريده فضل واقف مستنيه لحد ما الراجل خلص المؤتمر وبعدين يروح له ويحييه، ده الامر المحترم. يعني هذه هي كره القدم الحقيقيه، هذه هي الرياضه. شوف الشناوي، يا الشناوي ليدر طبعا بصراحه حاجه يا سلام يا سلام طبعا. يا سلام على الجمال صح. يعني دي الحاجات الجميله يعني الواحد يبقى فرحان بيها. ما يعني رايح لصالح وصديقه وزميله القديم، ثم كولر كمان بيرسي حته حلوه يعني بيصافح كل زملائه. حسين الشحات اللي ما لعبش ولم يشارك لكنه رايح على لعيب النادي الاسماعيلي، عايزين ده بقى يستمر. شريف اللي خرج بيجري على زملائه بيجري على اللعيبه المنافسين، يعني شيء رائع وشيء جميل يعني نتمنى. يعني شوفوا ارجعوا للاجواء قبل المباراه دي وقبل المباراه اللي كانت في الدوري الاخر الموسم الماضي، شوفوا التصريحات من المسؤولين كانت عامله ازاي. هنا قال لي ليه ما بيلعبش اسماعيليه، احنا مش هنسكت واحنا 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 واحنا، وهو الاهلي على راسه ريشه، اشمعنى الاهلي؟ شوفوا بقى المره دي بنشكر الاهلي، الاهلي متعاون، الاهلي وافق على كل ما نقوله. والحقيقه يا جماعه ملوش دعوه ولا الرابطه ليها دعوه، وخطيبنا الامن ووضحوا المشكله فالنفس كان هادي، كان الجو مهيئ ان يتعمل مثل هذه الاجواء الطيبه. اذا لما بنقول ان الروح الرياضيه مش بتيجي بالاناشيد ولا بالطلبات، بالتصرفات الراقيه والقيادات لما تدي القدوه والمثل. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، لانه اللبانه بتاعت ليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي انتهت بهذه المباراه، لانه قبلها الاهلي قال للاسماعيلي اهلا وسهلا في اي مكان. اسماعيلي عرض ان انا ممكن اجي العب في الكليه الحربيه، اهلا وسهلا، اي ملعب انت هتتوصل للاتفاق عليه وتجيب الموافقه الامنيه طول عمرنا احنا مش موافقين. عايز العب الساعه 5 حاضر، عايز فانا اعتقد اللبانه المسخه قوي ديت اللي الاخرين اعتادوا ان هم يلوكوها على طول ويغزوا هذه العلاقه بالتوتر انتهت بهذه المباراه. بص يا استاذ ابراهيم، مره كان في مباراه فاصله بين الاهلي والاسماعيلي وكان المقرر تروح ماتشين، واحد في الملعب ده وواحد في الملعب ده في الاسماعيليه وطلبني لواء حرب، وكان المهندس رحيل اعتقد محمد رحيل كان رئيس الاسماعيلي الله يرحمه رحمه الله عليه، وقال لي في طلب وكابتن صالح ما بيحبش يغير ونبي تقنعه احنا عايزين نعمله ماتش واحد. وراح قال احنا وافقنا، يا كابتن عدلي ما تحاول تقنع الكابتن صالح ماتش واحد. احنا ما مش 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 بنحط العراقيل قدام الناس. الاهلي لما الكابتن صالح ما كان بيطلب كان بيطلب حط معايير ثابته نمشي عليها بالظبط، لكن لما لقى ان الامن ولقى النادي الثاني موافق وهو الاهلي يساعد في هذا الامر وروح راجع للمدرب اتعمل في بلد محايده اتعمل في اسكندريه لو تذكر يعني فاحنا المساله مساله ان احنا عايزين نتعاون وكل حاجه، بس الناس كمان كقيادات كل واحد يطلع بمسؤوليته. ده كلام مهم جدا. طيب في الراي المسؤول على هذا الاداء ومستواه الكابتن كريم حسن شحاته اعتقد يبقى الراي مهم، نشوف. الاهلي كل مباراه بيزداد المستوى ارتفاعا، يعني النهارده الاهلي معظم فترات المباراه استحواذ للنادي الاهلي، هجمات النادي الاهلي وخطوره النادي الاهلي وتحركات النادي الاهلي اخطر من النادي الاسماعيلي، لكن الاسماعيلي كان قافل كويس فالاهلي ما قدرش يسجل غير الهدف اللي جابه شادي حسين وفي كذا فرصه ضاعت من النادي الاهلي، لكن كشكل فرقه
النادي الاهلي فيه تطور مستمر من مباراه لاخرى. دي خلي بالكوا دي ثالث مباراه لكولر، لعب ماتشين في دوري ابطال افريقيا مع الاتحاد المنستيري والنهارده مع النادي الاسماعيلي. لكن الاهلي تحس وانت قاعد بتتفرج انه هيجيب جول هيجيب جول، يعني كنا في انتظار هدف الاهلي النهارده في مرمى النادي الاسماعيلي. تخيل في مباراه هو 55 45 لكن الاهلي له 24 محاوله على الجون. ايوه يعني هذه ده اللي بقصده يا استاذ ابراهيم. الناس ساعات بتزعل من الفرص الضايعه، اه بتزعل، بس بتديك ثقه ان فرقتك قادره انها توصل من خلال اداء تكتيكي، ما حدش بيصل بشكل عشوائي. فبنقبل بهذا الحد الادنى وفي انتظار تطور استغلال الفرص، ولكن ما نشوف الاباني. نشوف الاباني. الاهلي افضل من السنه اللي فاتت بكتير. يعني كولر شكله يعني مدير فني محترم بصراحه. يعني النادي الاهلي بيلعب كره سريعه جدا، شغال بتكتيك كويس جدا، البريس بتاعه باين، اللياقه البدنيه باينه، عارف الناس بتتحرك ازاي. النادي الاهلي ضيع برضه فرص النهارده مش قليل، صح، لكن النادي الاهلي ادى مباراه جيده جدا. اشاده، الاهلي افضل بكثير من الموسم الماضي. برضو يعني حلو قوي الكلام ده، نتحفظ ونهدى كده شويه، هننتظر المباراه الجايه. لكن زي ما بقول لك البدايات بتشي بحاجه افضل بكثير، وان في شيء بيتعمل. يعني ده مهم يا جماعه، ده مهم، انه دي مجرد بدايه وبدايه كويسه، بدايه تدعو للتفاؤل لكن تساعد على ان انت تبني عليه. ما تنتظرش انه هتفضل كده. طبعا كابتن شوبير كان سأل الكابتن عماد متعب سؤال مهم، ايه اللي يضمن ان الفريق يفضل يلعب بالريتم ده على طول؟ هي طبعا زي ما هي متوقفه على القدرات بتاعه اللعيبه والحاله البدنيه والروح العاليه، لانه دول اعلى ثلاث حاجات موجودين في الفرقه. انه في التزام تكتيكي شويه، كله بيلعب بلمسه واحده، كله بيتحرك بدون كوره، بس كمان الروح عاليه جدا والبدن بتاع الفريق عالي جدا. خد سيب بقى، دول الثلاث حاجات. لكن برضو من الناس اللي اتكلمت كويس من مذيع التوك شو الاستاذ تامر امين، الرجل الاهلاوي اللي مهموم دايما بالاهلي. نسمعه. النهارده الاهلي فوقنا كلنا بيفوز النادي الاهلي على نادي الاسماعيلي 1-0 بهدف الاهلاوي اللي لايق عليه التيشيرت الاهلاوي شادي حسين. وكل الكلام ده حلو، بس الاحلى منه كولر. الحقيقه كولر اثبت لي النهارده انه مدرب تقيل، ومع ذلك انا لسه حكمي مبكر، بس انا بقول الجواب بيبان من عنوانه. فالنهارده مش هحكم قوي، بس هقول ان انا ابتديت اتفائل. لكن الاكيد ان اللي انا شفته النهارده في اداره مباراه الاهلي والاسماعيلي من كولر تطمئني الى حد بعيد. اولا تشكيل بيعتمد فيه الى الثبات، وده معناه ان هو عارف ان في قوام اساسي للفرقه. رقم اتنين، عنده هدوء بيعجبني جدا، انا بحب قوي المدرب ده، مش قاعد ومرنخ على الخط ونايم ومعايش مع احلامه، ولا في نفس الوقت متنشن الفرقه، لا، عامل المعادله البسيطه، واقف على الخط وبيدي توجيهات بس هادي. ودي سمة المدير الفني الواثق من نفسه والواثق في لاعبيه. ثم بقى كارت الجوكر اللي خلاني اقول ان الراجل ده عنده حاجة في دماغه مختلفة كويسة، تغيير كريم فؤاد. كل الناس، واتحدى ان حد يقولك ايوه ده تغيير صح في وقتها، كل الناس بما في ذلك انا قلنا ايه ده، مين ده، انت بتعمل ايه؟ كريم فؤاد لعيب كويس بس مش وقته، واحنا عايزين نرمي مهاجمين الفكر بقى القديم بتاعنا، والله زمان يا سلاحي وارمي مهاجمين وربنا يفكها. فوجئنا ان كريم فؤاد قلب الماتش. الكلام ده بيقول ان الراجل ده بيفهم وعنده تفكير، مش بيسمع الكلام وخلاص. مكسب للنادي الاهلي وجود كولر، ومكسب مهم قوي ان انت تبدا الدوري بانتصار، ولما يكون الانتصار على واحد من قمم الكرة المصرية اللي هو الدراويش، فبالتالي تعطيك انطلاقة يا أهلي. أتفق، لأنه اتفق كل اللي قالوا قلناه وكل اللي قالوا موافقين عليه. إذن لكن عايزين بقى نشوف
اللي احنا بنوافق الكابتن سمير زاهر عليه ايه؟ سيف رحمة الله على سمير. سيف زاهر. نشوف الكابتن سيف زاهر في وهو يحلل أداء الأهلي عشان نشوف نتفق ولا ما نتفقش معاه. اما قلنا ان الأهلي بيراهن على لعبته القدامى، أأكد لكم بنسبة 100% الأهلي كسب الرهان. الأهلي السنة دي جاهز بنجومه السابقين. أهم صفقة في الأهلي هي قرار الكابتن محمود الخطيب بتريح اللعيبة والإبقاء عليهم والصفقات في هذه الحدود. الأهلي عنده قماشة كبيرة وعنده خامة رائعة، وواضح ان كولر مدير فني جيد حتى الان. ما اقدرش احكم، احنا لسه بادين، ولكن بيلعب كوره حلوه، كوره ممتعه جدا، ونجوم الاهلي يصول ويجول. مفيش كلام. الاهلي النهارده عامل مباراه كبيره امام فريق كبير اسمه النادي الاسماعيلي. لا، الاهلي غير. الاهلي النهارده هو صاحب الكلمه. الاهلي النهارده على المرمى هو اللي راح ب 25 لقطة، 6 في البوكس، 6 في الشبكة، 6 اون تارجت. لا توجد النهاردة خطورة على مرمى الشناوي، لا توجد. دي لغة الأرقام. مدير فني غير، كل حاجة النهاردة مختلفة في النادي الأهلي. هو ده الأسلوب سيف زاهر الإعلام الذي نتفق على أسلوبه، لأنه قال كل حاجة ما كانتش تستوجب أبدا الأسئلة اللي سألها. قال لك الأهلي راهن على راحة اللعيبة، صفقات في أضيق الحدود لثقته في القدامة، كسب الرهان على القدامة، نجومه قدموا يعني أداء يستحق بيصوله ويقوله. مفيش كلام يتقال النهارده ان الاهلي عمل مباراه كبيره، وعدت بقى ال 25 هجمه منهم 6 في البوكس، ولا توجد خطوره على مرمى الشناوي. ده الكلام اللي ننتظره من اعلامي يعني بحجم الكابتن سيف. المقارنه يا كابتن سيف والله العظيم صدقني ما تليقش بيك. على فكره هو مش معنى ان احنا متفقين مع سيف زاهر في الحته دي عشان قال كلام ايجابي على الاهلي، لا، طريقه السرد، انما هو والموضوع هنا بيقول راي، وبيقول راي فني مدعم بوقائع. ممكن تكون في الجزئيه دي هي لصالح الاهلي، وممكن تبقى ضد الاهلي، في الحالتين احنا بنقبلهم. انما احنا كنا رافضين فكره المنهج نفسه، منهج المقارنه باللعيبه بعد اول مباراه تعمل اي ضغينه بين ولا 10 مباريات حتى يا استاذ. رقم 2 انك انت ما بتستخدمش ده مع الاطراف الاخرى، دي قاصره على الاهلي، وبتزكي طبعا المشاكل البينيه بين اللعيبه. ناهيكم على الخطا القاتل اللي انا شخصيا شايف انه واحد من الفيروسات الحقيقيه اللي اصابت الاعلام الرياضي، فكره المقارنات بين الاشخاص. ده كلام يا جماعه ينطوي على جهل حقيقي. ليه؟ لانه الاجيال مختلفه والقدرات مختلفه. وانا لما بقول بقارن بين لاعب ولاعب، ما هو ده عنده قدرات والامكانيات بتاعته مختلفه، ده طعم وده طعم، ده اسلوب وده اسلوب. المدرب محتاج ده ومحتاج ده، هم كانوا نسخه واحده. ده يجي مدرب، الناس قعدت تقارن بين اكرم توفيق وكريم فؤاد. كريم فؤاد كان في المنتخب، روي فيتوريا كان واخده في اخر اختيار، فقعدوا كلهم مشغولين في المقارنه بين الثلاثه. هو يلعب محمد هاني ولا اكرم توفيق اللي راجع من اصابه بعيده ولا كريم فؤاد؟ طب اديكم شفتوا لعيبه كبار ولعيبه، اديكم شفتوا مثلا الراجل بعينه راح مستخدم كريم في حته تانية، اثرت في المباراه وقلبت النتيجه. اذا الكلام على المقارنه بين الافراد في قدرات مختلفه، حتى لو كانوا في نفس البوزيشن او نفس المركز، بس القدرات مختلفه، الاعمار ممكن تبقى مختلفه، الخبرات مختلفه، التاثير مختلف. اتمنى ان مش صحي نتخلص من فكره ان انت تحط لي على السبوره ثلاث اسماء وتقول لي مين احسن. مش محدش فيهم احسن من التاني، لكن كل واحد فيهم حدود قدراته وامكانياته مختلفه على التاني. وبعدين مش معنى ان اللي اختار ده معناه ان هو زكى ده، ما انا اجي اختار انا واحد تاني. احنا مش في مرحله تصويت. اتمنى ان احنا نتخلص فعلا، لانه ده فيروس اولا بينطوي على شيء من
الجهل شوية أو الاستسهال أسهل حاجة سين وصاد. لا مش كده خالص. أتمنى أن احنا نتخلص من ده. لكن واحد برضو من أساتذتنا في النقد الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي اللي أحيانا بيستدرج برضو أو بيتجر لحدة المقارنات، لكن رأيه في كولر يبقى مهم. نشوف كولر مدرب كويس؟ لا كويس طبعا. يعني انطباعي عنه من أول مباراة بره في تونس كسبان 1-0، لاعب كرة هجومية، شخصية بتعبر عن واحد مدرب يعني عارف يعني ايه اهلي. يعني الاهلي ما يدافعش صح بره او جوه صح. فعجبني من اول لقطه على فكره. الراجل ده ادى عدد كبير جدا من اللعيبه، وكل ما نقول واحد بره حساباته، يعني مثلا كريم فؤاد ده قلنا ان كريم هيبقى ده. انت فكرتني، اتفضل. كريم فؤاد النهارده ده ده شابو للراجل صح. ليه؟ أنا لسه هقول ليه بقى؟ ليه برافو الكولر ليه؟ ليه يا فندم؟ لعب فين في كريم فؤاد؟ لعب قدام وسط ملعب جناح وعمل قلب الماتش تقريبا. هو انا شخصيا عمري ما اتخيل ان كريم فؤاد يلعب في المكان ده. يعني مكان مع سواريش بيلعب في نفس المكان اساسا. لا يعني هيطلع اسمه ايه ده؟ كان في ذهني يعني عبد القادر؟ لا مش احمد عبد القادر، اكرم توفيق هيلعب ظهير يعني مثلا. باك يعني. يعني اما يمين يا اما شمال يعني. لكن الراجل يعني استخدام كويس جدا. هو انا في مفاجاه بالنسبه لي ان حضرتك جايبه من بعيد، وان الولد ينزل يتالق بالشكل ده. طبعا. الاستاذ مستكاوي حسن مستكاوي لخص هو راي في كولر انه حبه من اول نظره، انطباع عنه جيد من اول لقطه، ليه سمات شخصيه وليه طريقه تفكير مختلفه بيتبان في الملعب. نرجو له ان يستمر على هذا، ونرجو من فرقتنا انها تبقى حريصه انها تقدم بهذا الالتزام وهذا الاداء وهذا التماسك وهذا الحب، وما يدوش فرصه للناس اللي هتوقع بينهم، لان هو ده الخطر الوحيد اللي ممكن يعني يهددنا. ما عندناش خطر تاني، عندنا فرقة كويسة، عندنا مدرب بإذن الله كويس، عندنا جمهور ما فيش أحسن منه، عندنا إدارة بتأخذ بالأسباب. يبقى العدالة مع إن إحنا نبقى عارفين إحنا عايزين إيه كلنا مع بعض، هو ده السلاح بتاعنا. بدأنا الحلقة بمداخلة الدكتور سعد شلبي اللي زف فيها الجماهير الأهلي الكبيرة الأنباء السارة عن حقوق الرعاية والأرقام القياسية اللي بلغتها حقوق رعاية النادي الأهلي. الزميل محمد شبانة له تفسير على حجم الرعاية، هي مش بالدراع، بإيه؟ نشوف. الأهلي بيواصل نجاحاته كرعاية، اللي أنا قلت لكم إيه؟ نمرة واحد تدر دخل وإيراد ضخم على المؤسسة اللي هي الأهلي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان حجم الرعاية بحجم الجماهيرية. الناس هي اللي ايه تقول، انما انا ما اقول هو كلام معلوش جمرك. فانا اقعد اقول انا جماهيريتي اكتر، لا انا جماهيريتي اكتر، لا انا جماهيريتي اكتر، لا انا جماهيريتي اكتر، لا انا رعايتي احسن، لا انا رعايتي احسن، كل ده كلام. لكن الواقع هو اللي بيفرض نفسه. الرعاية تساوي الجماهيرية. كل ما رعايتك تعلى تعرف ان جماهيريتك عالية. كل ما رعايتك تعلى تعرف ان جماهيريتك عالية. رعايتك في السماء تبقى انت جماهيريتك في السماء، وهكذا. تالت نقطة بقى من الكلام ده، النقطة المعنوية، ان انت لما يبقى ناديك رعايته عالية وعقوده ضخمة تزداد ثقة في ناديك، تحس ان ناديك افضل، تحس ان ناديك جماهيريته اعلى، تحس ان ناديك الناس بتتهافت عليه، بتجري عليه الشركات. ده حاجه لطيفه جدا، زي ما انت في شغلك كده تلاقي الشركات عايزاك وده عايزك وده عايزك تشتغل معاه. نتيجه ايه؟ اجادتك ونتيجه كفاءتك. فالانديه كده. شوف من الاخر كده، الرعايه هي عباره عن، عارف البنك اما تروح تاخد قرض من البنك يقول لك قدم لي الاصول، هي رعاية، هو قرض بضمان
أصول حقيقية تملك بقدر ما تملك من أصول يدي لك أموال في شكل قروض. طيب الرعاية عبارة عن إيه؟ هي أموال بضمان الجماهيرية، يديك فلوس لما كل ما زادت جماهيريتك يقدر يديك فلوس أكتر. وصلت؟ عشان كده جماهيرية الأهلي وشعبيته الكبيرة اللي أعتقد أبهرت الأشقاء العرب في الكويت، كمان تفاعل معها الأشقاء في السعودية النهاردة في بطولة كرة اليد وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم. لأول مرة فريق أفريقي يكسب فريق أوروبي في هذه البطولة. تحية وإجلالا، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي إن شاء الله في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. وكما أبدع الأشقاء في السعودية في الحفاوة بالأهلي، أبدع سموهم الراحل الأمير عبد الله الفيصل في أغنيته الكبيرة التي شاد بها العندليب عبد الحليم حافظ، تحية وإجلالاً.